اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال، الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا، احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال، الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا، احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهبك. صباح الفل والهنا والرز واول اسبوع عشان صفوف الاهلي، ويا رب كل كده يعني الاخبار اللي معانا هذا الاسبوع واللي جاي واللي جاي والسنه كلها يا رب تبقى خير على الاهلي، سواء على فريق الاول كره القدم او على كل الرياضات وعلى كل الجماهير يا رب باذن الله. صباح الفل والخير عليك يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. وبالنسبه لحلقه النهارده فهي الحمد لله لن تاخدوا من الاخبار الحلوه، عايزين بس نعرف حضراتكم ان احنا في الساعه الثانيه هيكون عندنا ثلاث فقرات حواريه، الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن ايهاب جلال طبعا مدرب حراس منتخب مدرب حراس مرمى منتخب الشباب، وفقره ثانيه مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي اكيد هنفتح معاه كتير من الملفات اللي تهم حضراتكم، واخر فقراتنا هي فقره طبيه هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو السعود. بص بقى احنا زي ما انت قلت كده هنبدا باخبار حلوه، وهنبدا النهارده حلقتنا ونقول صباح النصر ومليون مبروك للفريق الاول لسيدات الكره الطايره بالنادي الاهلي، توج بالحمد لله بلقب بطوله كاس السوبر بعد التغلب على فريق الصيد بنتيجه هنا 3-0، كانت مباراه رائعه بصراحه في نهائي البطوله كمان اللي اقيمت كانت على صاله المقاولون العرب. طب بالنسبه لسيدات طائره الاهلي عملوا ايه؟ هم سيطروا بشكل كامل وبشكل جيد جدا على المباراه، شفنا تسجيل يعني متتالي وارسال كان مميز جدا جدا للكرات، وده كله كان بفضل طبعا الاعداد اللي قبل البطولات وقبل المباريات الجيد اللي كنا برده هنا في 10 الصبح في الاهلي متابعينه مع حضراتكم، وبكده نقدر نقول ان هو بيحقق الفريق اللقب الاول لهذا الموسم. خلينا كمان نقول نتائج الاشواط سريعا كده، الشوط الاول كان 25-15 سكور اعتقد رائع جدا، الشوط الثاني 25-21، وهنا هتلاحظ ان فريق الصيد كان شويه في الشوط الثاني متقارب، لكن النتيجه معانا يعني كان اداء يمكن كان افضل كمان مننا او كان من ناحيه يعني، لكن في الشوط الثالث انتهى بنتيجة 25-16، ومهم جدا ان احنا نقرأ الارقام او ارقام الاشواط لان هي بترجم اداء الفريق طبعا، وبتقول قد ايه كان في تميز كان ايه في اصرار وقد ايه كان في لعب حلو من الفريق. فانا شايف المباراة كانت رائعة بصراحة يا كريم، لو انت كمان تابعتها للاسف ما تابعتهاش بس ما تابعتهاش للاسف بس سعدت بالنتيجة، وطبعا لازم نقول مليون مبروك لفريق سيدات طايرة النادي الاهلي. عايزين كمان نعرف حضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب بطبيعة الحال كان حريص جدا يعني على تهنئة لاعبات الفريق وكمان الجهاز الفني والإداري والطبي بمناسبة فوزهم ببطولة السوبر المصري اللي بتقام للمرة الأولى. أشاد رئيس النادي بأداء لاعبات الأهلي طوال مباريات هذه البطولة اللي بالمناسبة شارك فيها 4 أندية، قال إن الفوز ببطولة السوبر المصري بيحمل لاعبات النادي الأهلي والجهاز الفني مسؤولية كبيرة جدا، ولا بد من مضاعفة الجهد واستمرار التركيز خلال الفترة القادمة إن شاء الله للحفاظ على هذه المسيرة الناجحة للفريق وكمان لإسعاد جماهير النادي الأهلي التي تستحق الكثير. مليون مبروك. تعال بقى ناخد كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عشان لازم نتكلم مع كابتن حمدي عن هذا الإنجاز اللي يشرف بصراحة وهذا الأداء المشرف جدا. كابتن حمدي بونجور، كل سنة وحضرتك طيب يا رب. واضح ان في مشكله، هو واضح في مشكله مع كابتن حمدي. طب يبقى ناخد كابتن نهله سامح وهي كابتن فريق الكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي، والعمليه في بيتها في الاخر يعني ما رحناش بعيد. يا كابتن نهله صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي ومليون مبروك. صباح النور، اهلا بحضرتك. الله يبارك فيكم جميعا، ربنا يخليك يا رب.
يعني اداء رائع، اداء رائع، مبروك. انا عايزه بس اضم صوتي هنا واقول لك مبروك كابتن نهله، مبروك جدا، احنا سعداء بجد بالاداء اللي سو فار زي ما بيتقال كده الفريق محققه، الشغل محترم. ودايما انا بقول احنا بنبص على النتيجه، لكن ورا النتيجه والفوز والبطولات بيبقى فيه بقى شغل، بيبقى فيه كواليس. خلينا نتكلم معاكي شويه كابتن نهله عن كواليس البطوله وكواليس هذا الاداء الاكثر من رائع المشرف بصراحه. الله يبارك في حضرتك في الاول طبعا. الحمد لله، هي بطوله السوبر دي اول مره اصلا تقام، يعني دي اول مره، والحمد لله طبعا النادي الاهلي كالعاده طبعا هو بيكون صاحب الانجازات والارقام القياسيه، ان احنا الحمد لله اول نادي طبعا فاز بيها، فده كان كله يعني. والسنه دي كمان انا عايزه اقول ان الدوري طبعا يعني كله عارف ان الدوري والفرق كلها بشكل عام كانت مدعمه بمحترفين، والفرق كلها يعني الفرقه بقى شكل تاني غير عن السنين اللي قبل كده. صحيح. فطبعا ده كان تحدي بالنسبه لنا ان احنا دي اول مره تقام، وكان بلس بقى كل ده ان الفرق كلها مدعمه، يعني سبورتنج مثلا فريق محترم جدا، حتى طلعنا معانا يعني طلع معانا 3-2، فريق السيد نفس الكلام وكسب سبورتنج اول امبارح، فالفرق كلها حتى وادي دجله برضه فريق اي نعم معظمه صغيرين ولكن كلهم عناصر شابه يعني بتلعب في المنتخبات زي منتخب الشابات والنشات، ففرقة كلها كويسة جدا يعني وفرقة محترمة. فكان طبعا تحدي بالنسبة لنا ان احنا نقدر يعني نفوز بأول بطولة، وكانت أول نسخة يعني، وبالذات ان هي جاي فاينل في بداية السيزون يعني. عشان احنا دايما معروف ان احنا دايما النهائيات بتكون بقى على شهر 4 شهر 5 يعني. فان احنا لعبنا على بطولة بدري كده فكان برضه تحدي لينا يعني، وكنا بنحاول طبعا نجهز له في خلال ما احنا بنلعب الدوري العادي يعني الدوري المصري بتاعنا عادي، ان احنا في وسط الماتشات دي بنحاول نستعد لماتشات السوبر. بس والحمد لله يعني قدرنا نطلع بنتيجه كويسه الحمد لله في الماتشات كلها. رائع جدا. انا هسالك بقى نهله تحديدا سؤال ليكي، انت كم مره رفعتي كاس بطوله مع النادي الاهلي؟ لان طبعا انت دي ليست الاولى وليست الاخيره، فخلينا نرجع معاكي برضو لورا شويه. هو انا الحمد لله يعني دي كانت البطوله الـ50 اللي هي مع الدرجه الاولى، انا يمكن ابتديت بدري شويه يعني درجه اولى بس كمان يعني زي بطولات الناشئات والشابات والمنتخب. الحمد لله يمكن ابتديت المشوار بدري شويه وانا صغيره يعني مع الدرجه الاولى، فالحمد لله كان ليا شرف يعني ان انا العب في النادي الاهلي وان انا اوصل لكم البطولات ده. مبروك ومزيد من التألق إن شاء الله يعني. وأنا وكريم أكيد كمان بنبارك لكم مرة كمان. الله يبارك في حضرتك. شكرا ليك كابتن نهل. حاجة تفرح. بص يا كريم أقول لك على حاجة، ما هو النجاح بيبقى منظومة، ما بيبقاش طبعا أداء فردي طبعا. بيبقى لازم الفريق هو بيشتغل على نفسه، بيبقى فيه إدارة معاه، جهاز فني قوي، بيبقى فيه رغبة عند اللعيبة، وبيبقى فيه يعني زي ما بيتقال كده لعب وفكر احترافي. ده من شق. الشق التاني بيبقى عندك مجلس إدارة ناجح، مجلس إدارة داعم، ده ما بتلاقيهوش في أي حتة، ما بتلاقيهوش صدقني في أي حتة. داعم بمعنى إيه؟ داعم يعني أنت لما بتكسب هو في ظهرك، لما بتخسر هو في ظهرك، ما بيقلش منك. حضراتكم واخدين بالكم انا بقول ايه؟ لما بتخسر ما بيقلش منك، بيدعمك عشان توصل تاني تبقى رقم واحد. هي دي او هي دي اداره الاهلي، او هو ده مجلس اداره النادي الاهلي، وهو ده نادي الاهلي. ففي فرق كبير قوي قوي، وحضراتكم اكيد فاهميني. يعني على كل حال عايزه اروح، لان احنا لسه انت معايا ولا ايه؟ هو انا قاعد مبتسم اهو، انا قاعد مبتسم. دي نقطة. النقطة الثانية اللي عايز أقول لحضراتكم برضو عليها، هو ده مش الفوز الوحيد النهاردة معانا، احنا عندنا كمان فوز مهم، وفي الألعاب الأخرى اللي بنأكد عليه احنا مش بس الفريق الأول يعني عربيا أو إفريقيا، لا احنا كمان بنتكلم ان احنا في الألعاب الأخرى حققنا كمان، أو حقق تحديدا هنا الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على حساب نادي الزمالك، يعني كان على ملعبه فوز في يعني أقول إيه أكثر من رائع. المباراة اللي أقيمت كانت يوم الجمعة أول امبارح ضمن منافسات بطولة هنا دوري السوبر للمحترفين، مباراة كانت زي ما بيتقال عنها اون فاير، ده مش وصفي انا، كان وصف الناس على السوشيال ميديا تحديدا، قال لك مباراة اون فاير. المباراة شهدت تفوق كبير جدا جدا للاعيبي الاهلي بفضل الحمد لله الهجمات المنظمة والرميات الثلاثية والاختراق من كمان يعني زي ما بيتقال كده الاجناب والعمق وتسجيل النقاط، يعني حاجات كلها فنيات بس كانت اكثر من رائع بتتم. طيب تعالوا نتكلم عن النتائج شوية. كان في اول حاجة انتهت بفوز طبعا الفريق بنتيجة هنا اجمالي 92 64
64 92 64 اعتقد ده سكور رائع جدا او فارق كبير جدا. لاحظ كمان زي ما كنت بقول لحضراتكم دايما الفرق في النتيجه ده بيترجم الاداء المميز، الفرق في الاداء كمان. عندك قياده فنيه كانت رائعه جدا طبعا من جانب الاسباني جوستي بوش، حاجه محترمه المدير الفني للفريق. وزي ما بيتقال كده تاني، حسن الاختيار بجد، جوستي بوش من المديرين الفنيين يا كريم عندك اللي عمل طفره، عمل طفرة بجد في هذه الرياضة. يعني الفكر المختلف، كمان التطعيم زي ما بتقال ببعض اللعيبة المحترفة، تصدير الروح الاحترافية كمان لدى الفريق هنا، حتى الفريق يعني اللعيبة المحليين بتغير جلد زي ما بتقال كده فريق، والنتيجة بتظهر بعد كده. فعلا حاجة كانت محترمة جدا وحسن اختيار. وعايز أقول لحضراتكم برضو كانت مباراة أكثر من رائعة، والسكور كان رائع جدا على مدار الأربع أشواط. فمبروك كمان، ونرجع نقول تاني ده مش مجهود فردي، ده نتيجة لظروف كتيرة جدا، يعني زي ما كنت بقول إداريا وفنيا ومجلس إدارة، وما ننساش جماهير داعمة، دي نقطة أيضا مهمة جدا. لما تكون المعادلة اللي أنت بتفصصيها مع الناس مكتملة الأركان للدرجة دي، الإدارة الواعية المدركة تماما لمتطلبات المرحلة لأي فريق من الفرق الرياضية بيمر بيها، اللي ما عندهاش استعداد أن هي تأخر أي طلب لأي فريق من الفرق ولو اليوم طالما أن الإمكانيات متاحة، ولو كانت حتى مش متاحة بتتوجد الإمكانيات لتدعيم الفرق التي تستحق التدعيم أو التي يعني لابد من تدعيمها بشكل أو بآخر. بطبيعة الحال كرة القدم من قديم الأزل هي صاحبة النصيب الأكبر من الشهرة والجماهيرية والشعبية، لكن ده مش معناه أن احنا نهمل الرياضات التانية. ده بحذافيره اللي بتعمله إدارة النادي الأهلي، بدليل اللي نهواند بتحكي مع حضراتكم عليه بقالها شوية، وبتحكي لكم على الإنجازات اللي بتتحقق على صعيد الفرق المختلفة. دي نتيجة طبيعية ومنطقية جدا، لأن المعادلة مظبوطة، كل العناصر المطلوبة أو كل إنجاز التعبير المقادير المطلوبة لإنجاح الطبخة موجودة، فبطبيعة الحال الطبخة بتنجح، وده اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم عنه وبنجني ثماره معاكم كل يوم من خلال حلقات البرنامج. دايما بنعرفكم كل المستجدات المتعلقة بالفرق الرياضية المختلفة في النادي الأهلي، والحمد لله رب العالمين كل المستجدات كلها أحلى من بعض. تعالوا بقى نروح للفريق الأول لكرة القدم، وطبعا الكلام طبعا عن ماتش الأهلي والمصري والتعادل السلبي اللي حصل. في كلام كتير ممكن يتقال عن ملاحظات، عن تحفظات، عن فرص ضاعت، يعني كل ده ما ينفيش بأي حال من الأحوال إننا إلى هذه اللحظة إحنا اللي متصدرين ترتيب الدوري ب 31 نقطة حتى هذه اللحظة. مستر كولر قال يعني كده بالنص، قال عندنا فرص ضاعت لكن هنشتغل على اللعيبة ونعرف إزاي نوقف هذا الأمر. مفيش ماتش هيتحسم طول ما في فرص بتضيع. طبعًا الكلمتين دول يتقال عليهم كلام محترم جدا منه الحقيقه، فيهم قدر كافي من الوعي والادراك، وفكره ان انت ما تبقاش بتدور على اي شماعه عشان تعلق عليها اي اخطاء، لا عندنا خطا في حاجه معينه نقف نتداركه ونشتغل على اصلاحه. وزي ما النادي الاهلي كالعاده عودنا يعني اقفل الصفحه وافتح صفحه الماتش اللي جاي، وبالمناسبه الماتش اللي جاي مش هيكون هين، مباراه الاهلي وسموحه في نصف نهائي كاس مصر يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. اكيد طبعا زي ما حضراتكم عم بتتابعوا معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، الفريق ادى تدريبات يوم الجمعه اللي فاتت، والنهارده ان شاء الله هيواصل هذه التدريبات. خلونا كمان نطمنكم على ياسر ابراهيم اللي كان اتصاب للاسف في ماتش المصري. كابتن سيد عبد الحفيظ اكد ان الاشعه كشفت عن اصابه في العضله الضمه، وهيخضع ان شاء الله لبرنامج علاجي وتاهيلي لتجهيزه للعوده من جديد للمشاركه في التدريبات الجماعيه. اكيد بنقول لياسر مليون سلامه، وان شاء الله ترجع باسرع يعني ما يمكن باذن الله. ان شاء الله بقى حاجة. نكمل الموسم يا كريم من غير تاني اصابات، يعني لان الموضوع بقى غريب، هو مش صح، هو بقى غريب يعني الحمد لله على كل شيء. دلوقتي ارخص شويه بالفتره اللي فاتت. لا بس انت اصاباتك رباط صليبي وحاجات زي كده برضو، حتى لو كان الاعداد اقل لكن ستيل يا كريم الوضع مش حلو. يعني ربنا يسلم طبعا الفتره اللي جايه، احنا محتاجين كل عضو عندنا في الفريق، يعني ما فيش استغناء عن يعني مجهودات اي لاعب عندنا، احنا محتاجين كل لاعب موجود، فان شاء الله تكمل على خير ويرجعوا لنا بالسلامه وما يبقاش فيه اي تاثير على الفريق بتاعنا، يعني سواء باصابات او بغيابات الفتره القادمه باذن الله. كل التوفيق، هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي، ويعني هنتمادى اكتر في التحليلات وغيره والتوقعات، بس طبعا في الفقره الحواريه. عايز اروح دلوقتي لقرعه كاس العالم للانديه، طبعا ناس كتيره كانت منتظرها، اقيمت يوم الجمعه وكانت اونلاين. حضر مراسم القرعه من عندنا المهندس خالد مرتجي بصفه ان هو امين
امين صندوق النادي ورئيس لجنه الاعداد عشان يشارك في كاس العالم للانديه. طيب نتكلم بقى في تفاصيل اكتر. اصفرت القرعه ان ايه؟ اصفرت عن مواجهه الاهلي مع اوكلاند سيتي في المباراه الافتتاحيه، دي هتكون يوم 1 فبراير. الفريق المتاهل في المباراه الافتتاحيه هيواجه فريق سياتل ساوندرز، ده بطل امريكا الشماليه، ويوم 4 فبراير المقبل هيكون تحديدا ضمن فعاليات الجوله الثانيه لكاس العالم للانديه. املنا كبير جدا ان شاء الله في فريقنا، ان شاء الله يفوز يعني، ويكون الفوز هو المصير بتاعنا ويفرحنا كمان ونفرح بكاس العالم للانديه. احنا عايزين نشوف اداء حلو وعايزين نشوف فوز حلو. عايزين نتكلم كمان على نقطه مهمه جدا وهي عن الجمهور المغربي. بص بقى اللقطه الحلوه دي، لان انا بجد زي ما بتقال كده او سموها رد الجميل، حاجه كانت جميله جدا من يعني الجمهور المغربي الشقيق اللي دشن هاشتاج تحديدا عشان يدعم النادي الاهلي في ماتشاته في كاس العالم للانديه. حاجه جميله، حاجه فعلا جميله. وطبعا فريق الوداد المغربي كمان بيشارك والاهلي بيشارك بصفه وصيف الوداد، والجمهور المغربي هيدعم الوداد وهيدعم كمان النادي. هيشوفوا قد ايه الروح حلوه، يعني انت عندك طبعاً فريقك طبعاً بيلعب، الفريق اللي بيمثل بلدك بيلعب، بس انت كمان بتدعم النادي الاهلي، والهاشتاج عايز اقول لحضراتكم متصدر بشكل كبير جدا هناك السوشيال ميديا، فحاجه محترمه جدا. وتاني هرجع اقول ده بيعملوه ردا للجميل، زي ما الصحافه المغربيه هي اللي قالت مش احنا، والهاشتاج كده هو اللي قال ان جمهور الاهلي وقف كتير جدا مع المغرب في كاس العالم كان بشكل خاص ودعموا اللعيبه ومصر كلها بصراحه في كل مبارياتهم. وطالما النادي الاهلي بيمثل مصر فالنادي الاهلي دلوقتي يستحق هذا الدعم. شوفوا حضراتكم قد ايه روح جميله. فدي او ده الغرض بيكون في الاول في الاخر يا كريم من كره القدم. انت بتتكلم عن روح رياضيه وحاجه من خلالها احنا بنتجمع كلنا كشعوب، سواء شعوب عربيه او شعوب العالم. ده الغرض من الرياضه، الغرض من الرياضه يكون في محبه، يكون في تواصل. بيقول لك زي بريدجينج ذا جاب، احنا بنكسر الحواجز ما بيننا. احنا ده اللي نعرفه عن كره القدم مش او الرياضه تحديدا، لكن ما يصدر من البعض الاخر، ومعلش اسمحوا لي، حاجه كارثيه من البعض الاخر، حاجه كارثيه. هي مش حرب، هي مش مين احسن بالعافيه، يعني حضراتكم واخدين بالكم شيء صعب. فنتمنى ان اللي احنا نعرفه عن الرياضه واللي اتربينا عليه يستمر، ولو كان في حد كده متطرف او خارج عن السياق يعاد تاني تاهيله. نتمنى ذلك يعني. يا جملك اللي ما بين السطور يا نهواندي، يا جملك اللي ما بين السطور. انا ما قلتش حاجه والله، ولا انت شايف ايه؟ انا ما قلتش حاجه يا ابني. لا انا اقصد كل حاجه قلتها على فكره. طيب هو طبعا اكيد يعني روح جميله جدا، وعلى فكره الروح دي من قديم الازل متبادله ما بين الشعبين، حتى بعيدا عن الرياضه. تعالوا نتكلم عن علاقه مصر بالمغرب. من قديم الازل في محبه يعني بشكل هستيري ما بين الشعبين. على فكره اللي من حضراتكم يعني اسعدوا الحظ وزار اي يعني مدينه من المدن المغربيه المختلفه، في بعض الاحيان مش مطلوب من حضرتك اكتر من ان انت تبقى مثلا ماشي في الشارع حتى لو بتتكلم في التليفون يسمعوك بس بتتكلم باللهجه المصريه، ده كفيل بان انت هتشوف يوم غير مسبوق في حياتك. كميه احتفالات واحتفاءات بالمصريين اللي بيتواجدوا في المغرب، الحقيقه المحبه دي ربنا يديمها ما بين الشعبين، وطبعا روح عظيمه جدا جدا وحاجه رائعه ان احنا نشوف. على رايك يعني هم عندهم كمان يعني عندهم فريق من فرقهم بيشارك في نفس البطوله، واحنا مش بنتكلم في اي بطوله، احنا بنتكلم في كاس العالم للانديه. يعني بطبيعه الحال اي جمهور في الدنيا حيتفانى في تدعيم فريقه وفريقه فقط لا غير. الكلام ده ما ينطبقش على مصر والمغرب باي حال من الاحوال، طبعا ينطبق مفروض على الكل. ده طبعًا. اكيد. طيب تعالوا بقى نروح لمؤتمر النادي الاهلي للاعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف واعداد المواهب وتنميتها بالتعاون مع شركه امستردام كلينيك الهولنديه اللي بتتولى الاشراف على هذا المشروع. بطبيعه الحال اول ما اتقال الاسم ده ناس كتير قال لك طب اشمعنى هولندا يعني، وده رد عليه كابتن محمود الخطيب بنفسه في المؤتمر الصحفي لما قال ان هولندا قدمت تجربه ناجحه للغايه على صعيد صناعه الابطال الرياضيين، رغم ان تعداد سكانها لا يعني يتعدى ال 17 مليون نسمه، ومع ذلك كان عندهم القدره على تصنيع نجوم مستقبليين في رياضات مختلفه، وبنلاقي ان هم دايما متواجدين ضمن العشره الاوائل في حصاد الدورات الاولمبيه كل مره، فحاجه محترمه جدا. خلونا نشوف من خلال هذا التقرير ايه اللي حصل او جانب من اللي حصل في هذا المؤتمر، المؤتمر الصحفي والاعلان عن مشروع النادي الاهلي لاكتشاف المواهب. تابعوا معنا. The
agreement between Al Ahly Club and Amsterdam Clinics. الاتفاقية دي مهمة عشان الاتفاقية دي هتساعد على حاجة كان بيعملها النادي الأهلي بالفعل وهي اكتشاف المواهب وتدريب الأطفال بس ده هيبقى على أساس علمي من هنا ورايح والأساس العلمي ده هيساعد على انتشار ده بالشكل والأسس العلمية دي في مصر كلها وهيساعد النادي الأهلي إنه يدرب أطفال أكتر وإنه يحصل على بطولات أكتر. هو بيقول إن هولندا بالفعل موجودة في التعاون مع مصر في مجالات كتير أهمها المية لأن هولندا بتساعد مصر في مجال المية وكمان هولندا ومصر الاثنين دول دلتا فبيتعاونوا في المجال ده وفي تعاون في مجال المناخ كمان وفي حقوق المرأة وفي حاجات كتير وبالنسبة للرياضة كان في تعاون رياضي اوريدي قائم مع اتحادات تانية مع اتحاد الكورة وكده بس ده المرة دي هتبقى توسيع قاعدة الرياضات مش بس الكورة وعشان كده هو فرحان بالتعاون ده لأن الرياضة بتجمع الناس ودي حاجة هو مبسوط بيها. سعداء في تواجدنا طبعا بالنادي الأهلي توقيع بروتوكول التعاون مع النادي الأهلي عشان ده يكون البداية لتطوير قطاع الرياضة في مصر وتوسيع ممارسة القاعدة الرياضية لدى الأطفال. طبعا احنا بننقل الخبرات الهولندية اللي هي مبنية على أساس علمي واللي هي بتهتم مش بس بتحقيق البطولات ولكن بتأسيس الأطفال من الأعمار المبكرة فالبرنامج عبارة عن 4 مراحل أو المنظومة دي عبارة عن 4 مراحل. المرحلة الأولى بتبقى من عمر 5 سنين ل7 سنين على حاجة اسمها أساسيات الجهاز الحركي، بنعمل قياسات للأطفال في السن ده وبناء على القياسات اللي احنا بنعملها ديت بيبقى في برنامج بدني عشان نحسن أداء الطفل عشان الطفل أولا أنا مش عايزه دلوقتي لسه يمارس الرياضة كتخصص أنا عايزه يحب الرياضة وعايزه يتحرك صح في مجال في اللعبة اللي هو بيحبها. أنا كراجل فني واشتغلت يعني لعبت ودربت وكنت مدير فني ومدير نشاط رياضي كان تبالي السؤال اللي كان مش لاقي له إجابة كيفية توجيه النشأ يعني ولاد الصدى الأعضاء اللي أول ما بيبتدوا الشغل في الأكاديميات كيفية توجيههم لممارسة اللعبة المناسبة ليهم وزي الدكتور محمد زغلول ما شرح باختصار عشان ما بقاش الأمور صعبة فاونديز والنادي الأهلي ببساطة هو اكتشاف المواهب في سن مبكر عن طريق بعض القياسات بيتم توجيه النشأ كل واحد يمارس الرياضة التي تناسبه. اتفاقية يعني مهمة في غاية الأهمية وفي الحقيقة يمكن احنا عايزين نوضح حاجة لجماهير النادي الأهلي وأيضا للجماهير المصرية العريقة ان الدستور المصري كأعلى مظلة تشريعية المادة الخاصة بالرياضة بتكلف كل مؤسسات الدولة المصرية باكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتهيئة السبل أيضا للوصول إلى منصات التتويج ده نص دستوري موجود في الدستور المصري وفي الحقيقة النادي الأهلي بيعتبر كده هو أول مؤسسة وطنية مصرية عريقة يعني تفعل هذا البند بشكل واضح النهاردة من خلال اتفاقية شراكة مع واحدة من كبريات الشركات المتخصصة اللي موجودة في دولة هولندا ويمكن كان حريص السفير دولة هولندا ان هو يحضر لان هولندا في الحقيقة بتقدم تجربة فريدة ويمكن كان النهاردة معالي السفير حريص انه يوضح هذه الحقائق بالارقام لما قال ان 66% من افراد المجتمع الهولندي يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع لأن في باروميتر الاتحاد الأوروبي بيصدره كل عام عن ممارسة النشاط الرياضي داخل الاتحاد الأوروبي لأن ده واحد أو محور أساسي في الاتفاقية بتاعت الاتحاد الأوروبي فهولندا في الحقيقة هي دايما بتأتي في الرياضة فحصلت على المركز الأول أيضا في صحة وسعادة الأطفال لأن الرياضة هي المصدر الرئيسي للبهجة وعشان كده هم فخورين بهذا الشأن. شراكات ومؤتمرات ورعاة كلها حاجات بأحجام تليق بحجم النادي الأهلي. أنا لما بعقد شراكة أو بعمل ديل أو بعمل إيفنت أو غيره أنا ببقى على قدر نفس المستوى وبتبقى وين وين سيتويشن وشوفنا ده كتير جدا ولسه هنشوفه مع حضراتكم التعاقدات مع النادي الأهلي والرعاة وغيره اللي بالمناسبة بيكونوا هم اللي بيسعوا إن هم يمضوا مع النادي الأهلي وده مش كلام من فراغ ده كلام على الأرض بيتم فعلا والأفضل هو اللي بيعمل الشراكة مع النادي الأهلي وبنعتبرها حاجة إضافة كمان لينا على الصعيد الآخر وبتبقى صفقة
ناجحه، ما شفناش اي حد جه وانضم مع النادي الاهلي بصفقه او غيره او كرعاه، وعمر ما كانت الديل او الصفقه او السنوات اللي احنا تعاوننا فيها كانت مش ناجحه عمرها، وده بدليل ان هم بيرجعوا لك تاني وبيبقوا عايزين يعملوا هذه الشراكه معاك مره تانيه. بمناسبه الهاشتاج يا كريم، عشان احنا ما بنقولش حاجه وما بنقولش عليها دليل، عشان بس ما نطلعش حد يقول لك يا جماعه، لا مش يا جماعه، احنا كل حاجه بنقولها عندنا الدليل بتاعها. لسه كنت بكلم حضراتكم عن الهاشتاج للجماهير المغربيه الشقيقه الجميله كانت عاملاه داعمه فيه، يعني للنادي الاهلي لكاس العالم للانديه والمشاركه فيه، اهو زي ما حضراتكم قدامكم شايفين احنا دلوقتي بنعرض الهاشتاج، وخشوا على السوشيال ميديا المختلفه وشوفوا قد ايه الهاشتاج ده عامل رواج بشكل كبير، وشوفوا التعليقات اللي على الهاشتاج يا كريم، حاجه تفرحك طبعا بجد. طبعا يعني شكرا لكرة القدم، شكرا للرياضة ان هي بتخلينا في النهاية نطلع بالمنتج ده، بجد هو ده الشيء اللي احنا عايزينه دايما بيعم كل العالم مش بس حتى يعني على صعيد الدول العربية. بمناسبة التعاقدات اللي لسه انا وانت بقى بنتكلم فيها، تعالوا نروح لكمان تعاقد اخر. نادي الاهلي النهاردة هيعقد مؤتمر صحفي، هيكون الساعة 5 مساء، وانا هحضره على فكره ده باذن الله، وهديك بقى التفاصيل كلها بكره والكواليس على الهوا بكره. على الهوا عرفيني في الحلقه بالظبط كده، عشان يعلنوا على توقيع عقد الرعايه مع شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني اللي هطار على النادي الاهلي لمده 4 سنوات مقبله باذن الله. والمؤتمر هيكون بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره والاستاذ خالد بن لادن رئيس مجلس اداره شركه المراسم الدوليه. وطبعا النادي كان اعلن قبل كده برضو عن توقيع عقد الرعاية مع شركة اتصالات مصر، عرضنا ده أكتر من مرة، وهو الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي. كمان عندنا بنك أبوظبي الأول مصر وشركة جي أل سي للدهانات، ودايما رعاة النادي الأهلي زي ما كنت بتكلم أسماء كبيرة، وفي استمرارية بإذن الله كمان للشراكات المختلفة القادمة للنادي الأهلي اللي بيبقى فيها يعني نجاح على الصعيد ده وعلى كمان الصعيد الآخر. طيب تعالوا بقى نروح لبرضو من ضمن الأخبار الحلوة اللي حابين نعرفها لحضراتكم. تأهل مصطفى عسل ابن النادي الأهلي، مش مجرد لاعب النادي الأهلي، وبالمناسبة هو المصنف الثاني عالميا، تأهل إلى نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للسكواش 2023 بعد ما فاز بنتيجة 3-1 على مواطنه مروان الشرباجي اللي للأسف الشديد تعرض للإصابة ولم يستطع أن يعني يستكمل المباراة بعد ما أصيب في نهاية الشوط الثالث. بالمناسبة جاءت نتيجة الأشواط 11-7 11-8 و11-4، وبوصول مصطفى عسل للنهائي سيصعد لاعب النادي الأهلي على قمة التصنيف العالمي لمحترف الإسكواش المقرر ليه غدا بالمناسبة، وده كمان يعني لأول مرة في تاريخه، وسيزيح مصطفى عسل مواطنه علي فرج بطل وادي دجلة من صدارة التصنيف ليصبح أصغر لاعب مصري يصل إلى قمة التصنيف العالمي. طبعا حاجة رائعة، وبالمناسبة ودي مش أول مرة نقولها لحضراتكم، فكرة النجاح المدوي اللي بيتحقق في عالم السكواش المصري جدير بالدراسة، عشان لازم هذا النجاح يستنسخ في كل الرياضات. الحكاية في الآخر مش كيمياء، 1+1=2، وفي دنيا السكواش وفي الاتحاد المصري للسكواش واضح ان المعادلة متحققة بدليل الإنجازات اللي احنا بنتكلم فيها كل يوم. دي حقيقة، بتفق معاك جدا. نفسي بس زي ما كنا بنتكلم عن الألعاب الأولمبية، نفسي السكواش يعني لما يجي، لو جت دولة قبلنا ولو جت دور علينا بإذن الله، يعني ان احنا ننظم يعني اللي هي الاولمبياد في يوم ما يعني باذن الله، زينا زي حال دول كتيره قدرت، اللي كان حلم عندها بالمناسبه في الاول، يعني ان احنا ندخل الاسكواش كلعبه يا كريم، احنا متالقين جدا فيها، وعشان احنا اللي واخدين كل المراتب والرانكينجز الاولى في العالم كله، فالرياضه دي انا ما اتوقعش ان اي دوله هتستضيف الاولمبياد في السنوات اللي جايه تبقى عايزه اصلا الاسكواش تختارها كلعبه تدخل يعني. بس نتمنى ان ده يحصل، لان لو ده حصل انت هتعدي بشكل كبير طبعا. جدا، لان انت يعني كل التصنيفات الاوليه انت اللي واخدها الحمد لله. بنتكلم هنا عن مصطفى عسل يعني لاعب النادي الاهلي والمصنف الثاني عالميا، وغيره وغيره من اللعيبه كمان المصريين بينافسوا بعض، المصريين بينافسوا بعض على الرجال وعلى السيدات بالمناسبه، مش بس طبعا. على الرجال، فيعني مزيد من النجاحات ان شاء الله يا رب. تفاصيل بقى، احنا شفنا درجات الحراره، لكن اكيد بنحب نروح للتفاصيل اكتر ونطمن كمان تحديدا على الشبوره المائيه من دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك، صباح الفل و صباح الخير. اهلا بيكي، اسمحي لنا نطمن بقى على بدايه الاسبوع معاكي، وطبعا يعني هنرجع تاني على النقطه المهمه او نروح للنقطه المهمه وهي الشبوره كمان المائيه، اتفضلي. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذه هوندو استاذ كريم استاذ المشاهدين.
احنا بالفعل خلال هذه الايام بنشهد سقوط امطار على المناطق الساحليه. كان خلال الايام الماضيه كانت امطار متوسطه الى غزيره وكانت رعديه خاصه في المحافظات المطله على البحر المتوسط. متوقع معانا اليوم استمرار فرص سقوط الامطار، لكن كميات امطار اليوم هتكون اقل من اللي شهدناها خلال الايام الماضيه. هتكون اليوم امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مع ساعات المساء هيكون في منخفض جوي متعمق بيأثر على غرب البلاد عند مطروح وبعض المناطق من السلوم والصحراء الغربية. كميات الأمطار هتزيد وتتحول لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على المناطق الغربية مع حركة المنخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخر وفترات والساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. الأمطار هتبدأ تزيد على السواحل الشمالية وتبدأ كمان تتقدم للمناطق الداخلية. احنا معانا فرص امطار خلال ساعات الصباح الاولى على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري. هتكون امطار متوسطه الى غزيره ورعديه احيانا على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. الامطار ايضا هتوصل لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، امطار متوسطه الى خفيفه. قد تصل كمان الامطار لبعض المناطق من القاهره الكبرى، بعض المناطق من شمال الصعيد، بعض المناطق من خليج السويس، مدن القناه وسيناء. فاحنا غدا ان شاء الله مع الساعات الاولى من الصباح هيكون في امطار على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد حتى القاهره وشمال الصعيد، وهتكون امطار متفاوته الشده. طبعا مع الامطار خلال هذه الايام في انخفاض طفيف في درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، خاصه كمان ان في نشاط نسبي للرياح بيخلينا نحس اكثر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره. الاجواء معتدله فتره النهار، لكن فترات الليل المتاخره والصباح الباكر اجواء بارده الى شديده البروده. مع يوم الثلاث هيبدا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تبدا فرص الامطار تتلاشى من على اغلب مناطق الجمهوريه، تبدا تاني بقى الشبوره المائيه الكثيفه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. مع نهايات الاسبوع هتستمر معانا الشبوره المائيه ويكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره فتره النهار، لكن فترات الليل هتظل فيها الاجواء شديده البروده. فاحنا ناخد بالنا من بعد منتصف الاسبوع من الشبوره المائيه، وغدا ناخد بالنا من فرص الامطار اللي هتبقى موجوده خاصه في المناطق الساحليه بسبب تاثرها اكثر بالمنخفض الجوي. رائع، جميل جميل، اجواء شتويه يعني رائعه دخلنا فيها بالفعل. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، جزيل الشكر دكتوره منار، نورتينا. بص بقى انا عايزه قبل ما اطلعي بالشتوي، اطلعي بالشتوي كده من حبي في الشتاء، يعني حبيت اقرا عن الشتاء. الناس كتبت ايه؟ خد بقى، قال لك ايه في الشتاء: لا تثق بشمس الشتاء ولا بقلب امرأة. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. عندما تقع في الماء لا يخفينا الشتاء. خد بقى دي، ودي احلى واحدة عجبتني: في الشتاء يتساقط المطر فيغسل احقاد الصدور. الله، اي والله دي حقيقه والله. عايزه بقى اقول لك يا ريت الكلام ده طبعا بشكل مجازي، لكن في حقيقه الامر واسالي اي حد اسكندراني هيقول لك الكلام ده مظبوط مليون في الميه. والله انا هوند غسيل ودراي كلين للنفسيه وللعين وللمود العام. يعني بطبيعه الحال الناس اللي ما بتحبش الاجواء الشتويه هتحس ان احنا بنقول كلام غريب. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه بقى، دي وفقا للدراسه واجيبها لحضراتكم بكره. مش دايما يقول لك الشتاء بيجيب وحده، بيجيب مش بالعكس، هو الاكتئاب بالعكس تماما. الناس اللي بتحب الشتاء، وهجيبها لحضراتكم الدراسه بكره عشان تعرفوا كل كلامنا موثق مش اراء، يعني الناس اللي بتحب الشتاء ناس رومانسيه جدا، ناس عندها مشاعر واحاسيس اكتر بكتير من الناس اللي ما بتحبش الشتاء. فده بالعكس تماما، احنا مش قصه احنا بنحب الشتاء فاحنا ناس بنحب الوحده وكده خالص. الشتاء احنا شايفينه بشكل تاني تماما. فيعني نكمل النقطه دي بكره، بس يعني انا بالناس نفسيتي بترتاح يا كريم حتى في فصل الشتاء، ما اعرفش ازاي يعني. طبعا هو الشتاء مريح للاعصاب، وزي ما بقول لحضراتكم يعني فعلا عمليه دراي كلين للنفسيه انجاز التعبير. اجواء جميله جدا، وحتى يعني مع التغيرات اللي طرقت علينا في اخر كام سنه الشتاء بقى اكثر قسوه بكتير عما كان عليه، وكذلك الصيف الحقيقه طبعا نتيجه تغير المناخ، ولكن تظل الاجواء الشتويه مفضله لدى فئه او شريحه معينه من الناس. طيب خلونا نطلع فاصل. هنا كريم دي اللي هي دي ايه؟ دي اللي هي دي؟ ما هو لا مش الارض بتلف. طيب ونرجع نكمل الكلام، اتفضل.
عودة لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية، وتعالوا بقى زي ما بنعمل معاكم كل يوم، بنتعرف دايما في كل حلقة من حلقات البرنامج على آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي في فروع مختلفة ومن خلال فرق المختلفة، وده اللي هنعمله حالا مع زميلتنا العزيزة سارة حامد المتواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في بدايه الاسبوع. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا احنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم ابرز الاخبار واهم الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن كالعاده هبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن الفريق امبارح يعني حصل يا كريم على راحه سلبيه من التدريب، والنهارده رجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله امام نادي سموحه، واللي هتكون في مباراه يعني النصف النهائي من بطوله كاس مصر لكره القدم، واللي ان شاء الله يعني هتقام يوم الثلاث المقبل. يمكن النهارده الفريق هيتمرن وبكره كمان هيتمرنوا على ملعب مختار التتش، بعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراه وطبعا الدخول في اجواء المباراه، وبعد كده ان شاء الله يعني هيواجهوا نادي سموحه زي ما انا قلت يعني يوم الثلاث المقبل في مباراه النصف النهائي من بطوله كاس مصر. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. يمكن خليني اروح لجميع الالعاب الاخرى، وقبل ما ابتدي معاكم في اخبار جميع الالعاب الاخرى خلينا انا كمان يا كريم يعني ابارك لسيدات كره الطايره او فتيات الذهب بعد حصولهم من امبارح على بطولة كأس السوبر المصري لكرة الطايرة لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. ويمكن امبارح يعني بعد ما قدموا يعني مباراة قوية أمام نادي الصيد وفازوا في المباراة على نادي الصيد طبعا في المباراة اللي أقيمت ما بين الفرقتين على صالة المقاولون العرب، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن امبارح يعني سيدات كره الطايره شفناهم يعني في ثلاث اشواط يعني قدموا اداء قوي سواء يعني طبعا في الارسال في البلوكات كل يعني الحاجات طبعا الخاصه بالكره الطايره، يمكن قدموا عرض قوي طوال الثلاث اشواط. كمان يمكن خليني يعني اقول بمناسبه طبعا فوز سيدات كره الطايره ببطوله كاس السوبر المصري لكره الطايره، يمكن خليني اقول لكم ان الكابيتانو او كابتن النادي الاهلي طبعا كابتن نهله سامح لفريق الطايره سيدات، يمكن امبارح يعني بعد ما سيدات كره الطايره حققوا لقب السوبر لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، يمكن ده يعني اللقب الرقم 50 لنهله سامح طبعا حققته مع النادي الاهلي في الفريق سواء على مستوى الفريق الاول او كمان طبعا على مستوى مرحله قطاع الناشئين. يمكن كابتن نهله سامح طبعا كانت متواجده في قطاع الناشئين للكره الطايره، ويمكن ده يعني لقب رقم 50 ليها يعني طوال مسيرتها. يمكن نهله سامح كمان ما خسرتش ولا لقب محلي مع النادي الاهلي في كل البطولات المحليه، فده يعني طبعا اللقب ليها رقم 50 في مختلف البطولات سواء القاريه او المحليه، طبعا كمان فيها طبعا بطولات افريقيا. يمكن خليني اقول لكم انه نهله سامح يعني حصلت على 19 بطوله دوري، 19 كاس مصر، 6 افريقيا، 5 بطوله عربيه، وواحد سوبر مصري طبعا اللي حصلوا عليها امبارح فتيات كره الطايره. كده بالنسبه لسيدات كره الطايره. كمان خليني اكلمكم شويه عن استعدادات باقي الفرق لجميع المباريات الفتره القادمه. يمكن النهارده ان شاء الله يعني كره الطايره الماسترز بعد الظهر ان شاء الله هيتجهوا يعني هم وجميع الجهاز الفني للفيوم لمواجهه النهارده ان شاء الله فريق قارون. يمكن ده هيكون في دور 16 من بطوله كاس مصر. النهارده ان شاء الله المباراه هتقام في الفيوم، وكمان يمكن النهارده سيدات كره السله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات بعد مباراتهم امبارح مع نادي الجزيره واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 91-65. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا التدريبات الجماعيه يعني الاول للتمرين هيكون من الساعه 2 للساعه 4، وبعد كده هيتجهوا يعني هم اللاعبات والجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله واللي هتكون امام نادي سموحه يوم الثلاث المقبل على صاله نادي سموحه في تمام الساعه 6 مساء، ودي هتكون ضمن منافسات بطوله الدوري السوبر لكره السله. كمان رجال كره السله النهارده يا كريم عندهم محاضره فيديو الساعه 1:30 داخل لمقر النادي، وبعد كده هنبداوا تمرينهم الساعه 2 على صاله امير عبد الله الفيصل، ودي هتكون اخر الاستعدادات قبل مواجهه بكره ان شاء الله نادي الجزيره والمباراه طبعا برده اللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صالة نادي اتحاد الشرطة، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري السوبر لكرة السلة. كمان النهاردة سيدات كرة اليد عندهم تمرين الساعة 6، ويوم الثلاث المقبل إن شاء الله ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة عندهم مواجهة مع نادي الطيران
يمكن المباراه دي يعني هتقام في تمام الساعه 9 مساء، يمكن دي برضو المباراه دي يعني هتقام داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله امير عبد الله الفيصل. يمكن دي يعني كانت كل استعدادات النادي الاهلي وفي جميع الفرق لجميع المباريات الفتره القادمه. كمان خليني اقول لجميع اعضاء النادي الاهلي انه يوم الجمعه اللي فاتت شركه ادام يعني تم افتتاح مقر في شركه ادام لخدمات الطبيه داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر يوم الجمعه اللي فاتت. ويمكن طبعا شركه ادام بتقدم خدمات طبيه لجميع اعضاء النادي الاهلي سواء في فرع في مقر النادي الاهلي بالجزيره، فرع الشيخ زايد، او طبعا مدينه نصر لجميع الاعضاء والعاملين وكمان عائلاتهم. يمكن الكل كان امبارح متواجد او اول امبارح كان متواجد بعدد كبير جدا يا كريم، الكل كان بيسجل اسمائه وبياناته عشان يحصلوا على جميع الخدمات الطبيه من شركه ادام. كمان شركه ادام يعني على مدار اليوم كانوا بيقدموا كمان خدمات مجانيه لاعضاء النادي الاهلي زي يعني تحليل السكر، الضغط، كمان تحليل الدم السي بي سي. كل الحاجات دي يعني كانت طبعا متوفره لاعضاء النادي الاهلي امبارح او اول امبارح في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن طبعا بنبه اعضاء النادي الاهلي عليها وان هم يروحوا لمقر شركه ادام في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان يكملوا يسجلوا بياناتهم والحصول على الخدمات الطبيه من الشركه بشكل مجاني. كده يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليكوا طبعا. تفضل. تغطية ممتازة كالعادة، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد. دي كانت آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي يا حضرات، وتعالوا بقى نكمل معاكم سلسلة أخبارنا الحلوة. بس شفت الزحمة قد إيه في النادي؟ طبعا شفت الساعة كام دلوقتي؟ الشمس طالعين الساعة 11 ل 10 يعني حضراتكم تشوفوا طبعا في الباك جراوند ده لايف طبعا زي ما حضراتكم عارفين. ده دلوقتي وضع النادي الأهلي فرع الجزيرة، يعني التوافد من أعضاء الأعمار المختلفة بيبقى على مدار اليوم كله، دي حاجة أكيد بتسعدنا. واللي بيسعدنا أكتر زي ما دايما هأكد ممارسة الرياضة لكبار السن في النادي اللي بجد الواحد بيبقى بيبص لهم كده بيقولوا إحنا ليه ما بنعملش كده؟ حاجة بجد انا ما شفتهاش في نادي تاني، وده مش بفقه من النادي الاهلي ولا هي ظاهره، بس انا بقول لكم اللي لما بنروح النادي بنشوفه، انا بنقل الصوره مش اكتر. يعني هناك اللي بيبقوا حريصين ان هم يمارسوا رياضه اكتر ناس هناك الفئه العمريه الكبيره اللي هم كبار السن، فدي حاجه اكيد حلوه جدا ان احنا نشوفها عندنا في النادي الاهلي. نروح زي ما كريم كان بيتكلم، منتخب مصر اللي حقق في افتتاح مشواره هنا ببطوله العالم لكره اليد اللي بقى لنا اسبوع يعني غطيها مع حضراتكم وبنتكلم كمان عنها قبل ما تبدا طبعا، اللي هي مقامه في السويد وبولندا، حققوا الحمد لله فوز مهم جدا على النظير الكرواتي اللي هو كلمنا قبل المباراه دي قلنا هتبقى مباراه صعبه لان طبعا المنتخب الكرواتي منتخب تقيل جدا ومنتخب متالق جدا في هذه الرياضه، بس احنا فوزنا الحمد لله بنتيجه هنا 31-22. ده بيرجع ليه يعني حاجات كتيره جدا، منها عندك حارس مرمى رائع، عندك لعيبه شاطرين جدا، عندك كمان بالمناسبه انا عايز اتكلم على المدير الفني الاسباني لمنتخب مصر يعني روبرتو غارسيا اللي كان عنده فكر حلو جدا وعنده تألق حلو جدا وروح حلوة جدا بثها بين اللعيبة عندنا في المنتخب. برضو هرجع وأقول اختيار أكثر من رائع، فبجد مبروك علينا هذه البداية الحلوة. أنا دايما بؤمن شوية يا كريم بفكرة البدايات الحلوة، يعني تديك كده دفعة حلوة، تديك طاقة حلوة، فدي بداية موفقة جدا. عندنا بعد كده إن شاء الله الماتش الجاي هيكون مع المغرب وده هيكون النهاردة الساعة 7، فاحنا محتاجين دعم الجماهير كلها، محتاجين إن احنا نتابع هذه البطولة العالمية. العالم يمكن مش كله بس العالم اللي بيحب الرياضة دي تحديدا كرة اليد بنتكلم بيتابعها، وخصوصا إن احنا كنا مستضيفينها 2021 وكان حدث عالمي كبير جدا في ظل دول كتيره رفضت ان هي كمان تقدر ان هي تستضيف، يعني مش رفضت ان هي مش عايزه، قالت لك انا مش هقدر استضيفها. مصر استضافت هذه البطوله وكان في دول كتيره جدا ووفود من دول مختلفه جت وتغطيه اعلاميه وصحفيه عالميه، والحمد لله البطوله نجحت وتنظيمها كان اكثر من رائع وما خرجناش منها. مثلا قال لك بص الكارثه، بص مش عارف ايه، كان في اصابات كتيره خالص، ده كان وقت الكوفيد في عزه، ما فيش اي اصابات حصلت لو انت فاكر يا كريم. طبعا الفقاعه الطبيه هذا أيوه. النظام اللي كمان بالظبط واخدته او عملت كوبي عليه بعض الدول بعد كده. فباذن الله ان احنا بس انا نفسي رعى كل ده ان احنا طبعا احنا بقالنا فتره طويله كريم بنستعد، نفسي ان احنا نحقق يعني رانك احلى من كده، رانكينج احلى. نتمنى ان منتخبنا يقدر، يعني اتكلمنا في ده كتير وقلنا احنا عندنا بعض العناصر اللي في المنتخب مصر بتاع اليد يعني ما بقتش موجوده بحكم السن وبحكم اصابات وغيره، منها يحيى حمزه وعندنا طبعا احمد الاحمر
والطيار، لكن في الاول وفي الاخر برضو ده منتخب تقيل وفي عناصر كتيره مميزه، نتمنى ان شاء الله ان هي توفق يعني في هذه البطوله عن البطوله كمان اللي احنا استضفناها. انا عندي امل يمكن كبير. اقرب رياضه بتحقق نجاحات قريبه نسبيا من النجاحات المدويه اللي بيحققها المصريين في السكواش هي كرة اليد. في الفترة الأخيرة آخر كام سنة الحقيقة شفنا نقدر نقول عليها طفرة، يعني من في سنين سابقة ما كانش في أي ضوء ملقى قوي على منتخب مصر لكرة اليد، من منطلق أنه كان ماشي الحال يعني منتخب كويس، لكن إحنا دلوقتي بنتكلم على منتخب قوي، بنتكلم على منتخب تقيل بيحقق نجاحات كبيرة جدا وبينافس يعني أهم وأكبر وأشهر المنتخبات في العالم على صعيد كرة اليد، فطبعا حاجة لطيفة جدا. وتاني نرجع نقول النوع ده من النجاحات احنا محتاجين نستنسخه في كل الرياضات المصرية، لان حقيقي والله العظيم وحضراتكم اكيد بتتابعوا معانا، يعني احنا عندنا المصريين في حاجة عندنا ما تفهموش ايه اولها من اخرها، بس حتى في ظل انعدام يعني كل المقومات بتلاقوا مصريين بيحققوا نجاحات، امال لو المقومات دي صح اتوفرت للناس هيعملوا ايه؟ بطبيعة الحال لازم هنبقى بنتكلم معاكم كل يوم والتاني عن نجاحات. بالمناسبة واستكمالا برضو لسلسلة كلامنا عن الأخبار الحلوة اللي احنا مجهزينها لحضراتكم النهاردة، عايزين نعرفكم ان حقق اللاعب المتميز جدا محمد السيد سامي الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 سنة لسلاح سيف المبارزة فردي اللي أقيمت مؤخرا في إيطاليا، والحقيقة كان بيتنافس من خلالها هذه البطولة 246 لاعب بيمثلوا 36 دولة مختلفة. محمد السيد سبق بالمناسبة وتوج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الجزائرية، وده بدوره أسهم في طبعا حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان حقق مع المنتخب في نفس البطولة الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة فرق به. فإحنا بنتكلم عن لاعب مميز جدا، لاعب استثنائي، مليون مبروك ليه، برافو عليه اللي هو حققه إنجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبيؤكد أن مصر يعني فعلا زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب. عايزين بس إيه، عارفة ما تبقى نهواندة حاجة كده، هو اللي أنا هقوله ينطبق على المقادير موجودة، بس عايزين نعمل الطبخة حلوة. هقول لك حاجة تانية هتفاجئك. أنا هقول لك بس أنت تتفاجئي. أنا ولما تفاجئتش هتفاجئ أو أضعف الإيمان اندهشي. فكرة إن أنت عندك والله العظيم ألماز مستخبي تحت التراب، محتاج بس اللي ينفخ التراب من عليه. إحنا اللعيبة المصريين، ما هو اللعيبة المصريين إحنا بنتكلم على طبيعة الشعب في الآخر، إحنا بنتكلم على الشخص المصري عموما عنده مقومات تخليه يكون استثنائي. احنا مطلوب مننا، وكلمه مننا بقى دي تشمل كتير جدا من الجهات والكيانات، بطبيعه الحال اولهم اكيد الاتحاد المعني في كل الرياضه احنا بنتكلم عليها، نوفر الدعم للناس دي قبل بقى كميه الميداليات والكؤوس والدروع والنجاحات المدويه اللي هتحصل. بص انا بتفق معاك جدا، مش هندهش، انا هتفق معاك مليون في الميه، بس انا هضيف حاجه صغيره جدا. المشكله عندنا، مش كلنا، عند البعض مننا، ان الثقافه دي مأثره فيك شويه، قصه ان انت لو حتى عندك حد بوتنشال ان هو ينجح، وانا هتكلم عن كل الاصعده، لازم تلاقي كده مجموعه وراه او اشخاص وراه بتبقى اشخاص حاقده في الاول وفي الاخر. طبعا. لازم تحاول تنقص من هذا النجاح او تحاول تقف في وش هذا النجاح او مسيره النجاح. الفرق بين الشخص الناجح واللي مش ناجح ايه هو بقى؟ ايمانك بنفسك وعدم الالتفات تماما للكلام ده، لان في الاول وفي الاخر محدش هيحاول ما يوصلكش لحلمك او يقلل منه او يديك روح انهزاميه الا لو واحد مش عارف يبقى زيك. دي نقطه مهمه انا بقول لحضراتكم بجد، حاجات يعني مش فتي او كلام مش من واقع، ده كلام من واقع وكلنا بنمر بيه. خلي عندك ثقه في نفسك، وتاني حاجه ما تلتفتش لاي حد، وركز في حلمك هتوصل، ملهاش حاجه ثالثه يعني خلاص. اهي الروشته اللي انت بتقوليها دي اللي مشي عليها كل ابطالنا في مختلف بالزبط المجالات بالزبط. فبالتالي بقوا ابطالنا في مختلف المجالات، ومفيش واحد منهم ما واجهش صعوبات، ومفيش واحد منهم محدش حاول يشوه صورته او يقلل منه، كله طبعًا. على كل الاصعده ركز في نفسك، مالكش دعوه بحد، وسر على النجاح هتوصل له. ملهاش يعني عارف كام يقول ملهاش بديل. القصه اللي بقولها لحضراتكم او الروشته زي ما كريم بيقول ملهاش بديل، فدي شويه لو احنا ركزنا فيها هتلاقي ان خلاص مفيش بعد كده حاجه هتعوقك لحلمك. فزي ما انت قلت، امكانيات كبيره امكانيات قليله مش مهم، احنا كمصريين عندنا الخامه الحلوه قوي كمان، وشفنا ده في رياضات مختلفه. لو هنتكلم هنا على صعيد الرياضه، انت شفت ابطال رفع اثقال وقوه وغيره بامكانيات قد كده، ده لو كانت موجوده قد كده ووصلوا بقوا عالميين. ليه؟ عشان هو عنده النو هاو زي ما بيتقال، هو عنده الخصبه اسمها ايه،
التربه الخصبه زي ما بيتقال كده. انا معلش مصطلحات عندي انت واخد بالك من كلامي. هي تمشي كده وتمشي كده. يعني المهم ان الساده المتابعين فاهمين احنا بس ده اللي يهمنا. نطلع فاصل بقى يلا ونرجع نكمل الكلام. خليكم معانا. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية. طبعا النادي الأهلي عنده ماتشين مهمين جدا سواء في كاس مصر أو في الدوري. الأهلي هيواجه إن شاء الله سموحة في يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كاس مصر، وهيواجه الزمالك يوم السبت إن شاء الله القادم في بطولة الدوري. وأكيد هنتكلم عن الاستعدادات وعن الفنيات وعن المتوقع في هذه المباريات ان شاء الله. كل ده هنفتحه، ملفات هنفتحها كتير مع ضيفنا منورنا في حلقتنا النهارده كابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي السابق طبعا ومدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. معانا وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. الله يخليك. سنه سعيده عليكم جميعا وعلى الساده المشاهدين وعلى مصر كلها ان شاء الله. بونجور يا كابتن ايهاب. بونجور. صباح الخير. صباح الهنا يا رب. ربنا يخليك. وماتشات في غايه الاهميه جدا. نبدا بايه؟ نبدا بسموحه ولا نبدا بالزمالك؟ هو نبدا بسموحه لان هو الاقرب طبعا. يوم الثلاثاء ان شاء الله. ماتش صعب جدا في الكاس. متوقع في تنافسيه مبدئيا كده شديده. طبعا طبعا. هو في دلوقتي في كمان هو كل ماتشات الاهلي صعبه بصراحه، يعني ماتشات قويه جدا. يعني هتلعب السموحه يوم الثلاث، بعد كده يوم السبت الزمالك، مباراه صعبه جدا، مباراه قويه جدا طبعا. النادي الاهلي كان عندها برضو صفقات حلوه جدا بدايه الموسم، الموسم الصيفي حقيقه، وجاب كمان خد حسام حسن تاني، رجعه تاني لسموحه، لعيب كبير طبعا، لعيب كويس كان بيلعب في النادي الاهلي طبعا اكيد. هي بس سموحة عندها دلوقتي في تغيرات تقريبا في الجهاز الفني او كده. المهندس فرج عامر عاوز يغير الجهاز الفني، يجيب اعتقد معين الشعباني اعتقد او حاجه لسه هو لسه يعني سمعت حاجه زي كده يعني. انما الاهلي مركز في المباراه، الاهلي مركز في الشغل بتاعه. صحيح. ما بيدخلش نفسه في متاهات، ملوش دعوه مين اللي بيحصل، اللي بيحصل بره او جوه ملوش دعوه خالص. صح. بيشتغل على الهدف اللي هو عايزه، الهدف اللي هو عاوز يروح له ان هو يلعب مباراه سموحه ويكسبها عشان يبقى ياخد خطوه تاني طبعا يلعب النهائي اكيد. فطبعا ده كل ده العوامل ان شاء الله يعني متاحه للنادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي مستقر جدا، جهاز فني رائع، اداره موفره كل حاجه للعيبه. حلوه وجهاز. الموسم ده عن الموسم اللي فات لو احنا هنتكلم في نفس التوقيت. حقيقة. الحمد لله. حقيقة. يعني شيء رائع. مدرب كبير، مدرب ليه اسم طبعا. واحنا يعني المدربين اللي هم بتوع سويسرا او المانيا او النمسا يعني ناس يعني راقيين جدا في التعامل مع الاشخاص، مع اللعيبه، مع الفنيات، مع الانديه الكبيره. ده بيريح كمان جدا النادي الاهلي، لان النادي الاهلي طبعا نادي كبير فمحتاج مدربين على المستوى اللي هو يليق بالنادي الاهلي. صحيح. وده اللي موجود طبعا الحمد لله يعني. وحضرتك بتتكلم احنا شايفين كمان مجموعه لقطات كده من التدريب الصباحي النهارده للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، ومفيش ذره شك في ان الماتشين اللي جايين اصعب من بعض كابتن ايهاب. بس حقيقة. واحنا لسه واقفين عند سموحه، يعني في رايك ايه الامور اللي انت ممكن تبقى قلقان منها في الماتش ده بصفه خاصه؟ بص، هو القلق الوحيد ان هو ماتش كاس، الماتش الكاس ملهوش اي حسابات طبعا. يعني ممكن فرقه صغيره جدا تكسب فرقه كبيره. ده هو ده العامل الوحيد اللي هو في مباراه الكاس. مباراه الكاس بتخدع الفرق الكبيره، يعني مباراه الكاس دايما واحنا كنا بنلعب بتخدع الفرق الكبيره. صح. وتلاقي فرق صغيره هي ممكن تكون مشت لقدام جدا ووصلت النهائي وقبل النهائي. فطبعا التركيز كله او التخوف ان النادي الاهلي لازم يركز جدا في المباراه عشان يكسب المباراه، لان الدوري غير الكاس. مباراه الكاس خادعه جدا جدا جدا، وطبعا النادي الاهلي فاهم الكلام دوت وعنده من الخبرات انها من اللعيبه والاداره والطاقم الفني عندهم خبره ان مباراه الكاس حتى في العالم كله، في العالم كله الخداعه، مباراه الكاس بالذات خداعه غير مباراه الدوري او مباراه كاس افريقيا. لا اعاده ولا نقاط، ملهاش بعدين ملهاش اي حاجه، هي مباراه تكسبها وانت موفق هتكسب، مش موفق ربنا هو اللي يعني بيسهلها مع الفرق يعني. فالمباراه دي الحاجه الوحيده اللي بتقلق من الموضوع ان هي مباراه خداعه جدا ومباراه كاس بس كده. طب انا دلوقتي تعادلت مع المصري 0-0،
نتيجه ما كانتش محببه ابدا تحديدا لجماهير النادي الاهلي. مش طبعا ده مع احترامي للمصري، انا بتكلم عن نفسي، الناس عندنا وجماهيرنا ما كانتش مرتاحه ولا مبسوطه من النتيجه. اروح مع حضرتك ليه كان النتيجه مع المصري 0-0 رغم النجاحات اللي احنا محققينها في الماتشات اللي قبل المصري؟ وهل ده مقلق او ده زي ما بيتقال كده جرس انذار او قلق للماتشات اللي جايه تحديدا اللي هتكلم عن سموحه؟ بص يا هوند، المشكله كلها هي عادي جدا، مباراه كره قدم، مش النادي الاهلي مش هيكسب على طول ولا هيتعادل على طول ولا هيخسر على طول ولا اي فرقه في العالم بتكسب. بس انا كسبت بيراميدز مثلا طبعا وتعادلت مع المصري، انا لا اقلل من شان حد، بس حضرتك انا بتكلم على ترتيب مثلا الدوري بيراميدز والمصري، ففي حاجه مش ما هو برضو في فرق كبيره جدا اما بتيجي تلعب مع النادي الاهلي، في فرق كتير جدا بتلعب مع النادي الاهلي بتركز جدا في المباراه دي. يعني ممكن تلاقي الفرقه مع احترامي لاي فرقه، ممكن الفرقه اللي بعد اللي لعبت النادي الاهلي تتعادل مع النادي الاهلي وتكسب، او حتى تكسب النادي الاهلي المباراه اللي بعدها تخسر من فرقه ضعيفه. يعني هي عشان الفرقه المنافسه بتركز فانا ادائي يختلف؟ لا ما لا ده المفروض ما يختلفش. لا المفروض ما يختلفش. طب الظاهره دي تفسيرها ايه يا كابتن؟ يعني فعلا دايما ودي حاجه من قديم الازل، حتى لو بنتكلم على فريق متواضع الامكانيات، لكن يجي قصاد النادي الاهلي بصفه خاصه ويحجره جامد وتحس ان في شبهه نديه كده، مع علما ان انت لو قارنت ولو حسبتها بالورق والقلم مفيش مساحه للنديه من اصل. بالظبط كده. ايه سر الحكايه دي؟ السر ده هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي، النادي الاهلي المباراه، الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي هي دي المباراه الوحيده او المباراتين في الدور الاولاني والدور الثاني دي اللي بتعمل له شهره، دي اللي بتعمل له تسويق او بتعمل تسويق للنادي كمان نفسه. يعني فعشان كده بقول لحضرتك كل فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي بتبقى مركزه جدا 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 في المباراه، وتلاقي المباراه اللي بعديها ولا حاجه خالص. فهي دي النقطه الوحيده، ان عشان كده النادي الاهلي على طول تحت الميكروسكوب وتحت الضغط على طول. فعشان كده كل فرقه، يعني حتى من الفريق اللي هو رقم 2 او لغايه الفرقه رقم 18، كل الفرقه دي تلاقيها بتركز جدا في النادي الاهلي. يعني ده الحاجه الوحيده، عشان كده النادي الاهلي ملوش دعوه، ما بيفكرش في الحاجات دي كلها خالص، انما بيفكر في المباراه نفسها. اي فرقه كان رقم 2 او رقم 18 في الدوري او مركزه فين في الدوري، ده المشكله بتاعت النادي الاهلي، ان هو لازم كل مباراه يركز فيها ولازم كل مباراه يلعب على المكسب. فهي دي النقطه، فعشان كده الضغط بيبقى على لعيبه النادي الاهلي اكتر طبعا. الضغط بيبقى على النادي الاهلي اكتر، فعشان كده من طبعا في جماهير وحكام وفي حاجات كتير جدا فيها ضغط كبير جدا، بتلعب دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. فالنادي الاهلي عليه الضغط طول الوقت وطول المباريات وطول من اول دقيقه لغايه 90 دقيقه لغايه الدوري كله ما ينتهي، فعلى طول الضغط على النادي الاهلي كبير جدا. فعشان كده التركيز ممكن يروح لحظه ممكن فهي الموضوع كله مش عشان اتعادلت مع هي الفكره بس مش حكايه تتعادلنا، هي الفكره ان الفوز كان قريب قوي جدا يعني جدا، وفي فرص كتير قوي جدا إهدار. ده هي سلسله متتاليه من اهدار الفرص، ده اللي بيزعل. دي برافو عليك يا هوند، دي شيء رائع جدا، ان الفرص الكتير اللي بتضيع دي لازم تكون ليها واقفه مع الجهاز الفني او كده، لازم يكون في تركيز جدا مع الفراوده مع الحاجات دي. يعني كنا بنشوف زمان الكره بتيجي للكابتن محمود او لعيبه النادي الاهلي الكبار اللي هم بتوع زمان، من فرصه بنص فرصه بيجيب طبعا جون طبعا. فدي مهم جدا، النادي الاهلي متعود على كده، ان الفرص الكبيره الكتيره اللي بتضيع دي لازم تكون ليها. دي مش حكايه كمان توفيق بقى، يعني طبعا اكيد التوفيق عنصر مهم طبعا في المعادله بطبيعه الحال، مش محتاجين نقول كده، بس اللي بيحصل ده لا، عدى بقى مرحله عدم التوفيق. برافو عليك. في خلل ما، في مشكله ما، لأن في فينيشنج محتاج يتقيف. برافو عليك، برافو عليك كريم، دي نقطه مهمه جدا، ان عشان النادي الاهلي على طول تحت الميكروسكوب لازم يكسب على طول، فالفرص لازم تبقى موجوده على طول ولازم تجيب في اهداف. يعني مثلا عندك اربع فرص لازم على الاقل تجيب هدفين فيها طبعا. الفرصتين لازم يستغلوا كويس جدا، انما اربعه يضيعوا ثلاثه وواحده تيجي، او الاربعه مثلا يضيعوا مره واحده، دي لازم تكون ليها تدريبات، تركيز من الفراوده، تركيز من نص الملعب، كل الفرقه لازم تركز ان الفرصه دي لازم تكون هي اخر فرصه، فلازم التركيز يكون عالي جدا. انما هي مش مقلقه، يعني هي بصراحه هي مش مقلقه، انما ما دام بتوصل للهدف اللي انت عايزه او بتوصل للمرمى المنافس،
يبقى ده شيء رائع جدا. انما التوفيق وعدم التوفيق ده هو ده اللي موجود دلوقتي. انما ان فرص بتضيع كتير دي طبعا لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبار، فرقه كبيره بتحرز اهداف كتير برده. وعلى هتشوف الجدول برده احنا من الفرق اللي محرزه اهداف كتير، يعني ما فيش مشكله فيها. انما لازم الفراوده تكون حاطه في اعتبارها، او نص الملعب او الناس اللي بتجي الهدافين لازم يحطوا في اعتبارهم التركيز اكتر قدام المرمى. مفيش رفاهيه اهدار اي فرص، يعني ده لو حطيناه في مخينا هنمسك في الفرصه لما تجيلنا اكتر. برافو عليك. طب لو قلنا توقعات شويه، انا بحب السؤال ده مع ان البعض يقول لك لا لا ما بتوقعش، لا انا بحب السؤال ده وهنساله على فكره. لا زي ما بالاماره سالته. لا حتى بالاماره ابص هسالك. نهائي كاس مصر تتوقعه بين مين ومين تقريبا؟ بصي يعني طبعا ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله، واعتقد مش يعني الناحيه الثانيه يعني مش قادر يعني مين اثنين ادي تو اوبشنز طيب يعني مش قادر. شفت السؤال صعب ازاي؟ لا هو مش ليه مش قادر تحدد بالمناسبه اشمعنى؟ لاني مباراه الكاس صعبه شويه في التحديد، يعني مباراه الكاس بتبقى شويه خارج التوقعات فيها مساحه كبيره. بس واقع الخبره بتاعت حضرتك في متابعتك ومشاركتك، يعني خلينا نعرف كقراءه. يعني ما انا اقدر اقول النادي الاهلي طبعا هيكون. شوف برضو عرفنا النادي الاهلي. طيب تمام. انا يعني اقول مين بس هو السؤال ده بجد صعب قوي. هو مش صعب، انا لو في الدوري اقول لك ماشي، انما كاس الموضوع بيبقى مختلف شويه. يعني ممكن اقول لك ما اعرفش، يعني ما اقدرش اقول يعني. طب تحب الاهلي يواجه مين؟ شوف السؤال هلف وارجع لك برضه. تحب الاهلي؟ لا احب الاهلي يواجه فرقه كبيره. فرقه كبيره. فرقه كبيره. يعني اكيد اللي هيوصل هتبقى فرقه كبيره. زمالك طب اي حد من فرقه كبيره، ان بتبقى المباراه حلوه. غير لو بتلعب مثلا فرقه اقل منك دي برضو بيبقى في مشكله في الكاس. برضو المشكله في الكاس ان هي بتبقى مباراه مالهاش توقعات. تمام. عشان كده لما تلعب فرقه كبيره تبقى الامور متساويه. هيبقى في سسبنس حتى. بالزبط. خلي بالك النهائي هيبقى حلو. برافو عليك. تعالى نسيب مبدئيا ومؤقتا ماتش سموحه ونروح معاك كده لماتش لا يقل اهميه باي طبعا. حال من الاحوال، ودايما هو ديربي مستقل. صحيح. دايما اي لقاء بيجمع بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في كاس، في دوري، في كاس سوبر، في اي محفل رياضي، دي بتبقى دايما بطوله لوحدها وبشكل مستقل، ودي بدورها بتزود من الضغوطات طبعا على لعيبه الفرقتين. صحيح. الحقيقه فرؤيتك ايه للماتش ده؟ الدنيا هتمشي فيه ازاي طبقا لمشاهداتك للنادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ النادي الاهلي مباراه اهلي وزمالك دايما بثلاثه بونت طبعا زي اي مباراه. طبعا. انما بتتحط في التاريخ طبعا، ده مهم جدا. النادي الاهلي بيبقى عارف الكلام ده، كم مره الاهلي كسب الزمالك، كم مره الاهلي خد بطوله من الزمالك، ده مهم جدا وبيتكتب في التاريخ. اهم طبعا. حاجه النادي الاهلي مثلا كسب المحله ماشي اوكي، كسب بيراميدز اوكي ماشي، انما اهلي وزمالك الديربي ده دايما بيبقى فيه في التاريخ بيتحط طبعا. الاهلي كسب 50 مره، الزمالك كسب 20 مره، حتى عشان مشجعي وجماهير الفرقتين يعرفوا ينكشوا بعض يعني. تمام. لا ده موجود على طول دايما يعني. انما مباراه اهلي وزمالك بتبقى صعبه جدا، بتبقى ديربي، بتبقى مباراه ممتعه جدا، مش في مصر بس، بالنسبه للدول العربيه كمان او الوطن العربي بيبقى مباراه. لان على فكره اهلي وزمالك الديربي رقم 4 على العالم، رقم 4 على العالم. ايوه انت فاهمني حضرتك، بعد الكلاسيكو والانتر مايلا انتر ميلان واسي ميلان، يعني الاهلي رقم 4 على العالم، ديربي في العالم يعني. أي. حاجه رائعه جدا. فعشان كده بقول لحضرتك يعني كميه المشاهده بتبقى كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي او حتى في اوروبا، الناس اللي عايشه بره. يعني بيبقى الماتش الاهلي والزمالك ده ليه طابع خاص جدا. ليه؟ لانه مباراه في الدوري، مباراه في التاريخ، فكل ده بيبقى مشاهده عاليه جدا و بتبقى مباراه ممتعه. يعني انا بحب اتفرج على الاهلي والزمالك. الديربي بتاع الاهلي والزمالك هو رقم 4 على العالم، وفي نفس الوقت منتخبنا مش عارف يعمل شغل يعني جامد في كاس العالم لو شارك في اي نسخه. هي بس هي المشكله يعني، خلينا في الاهلي والزمالك. أيوة دلوقتي. ايوه خلينا الاهلي والزمالك. انما حقيقه مباراه بتبقى حلوه جدا. اتوقع طبعا النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته او بخطى كويسه جدا، كسبان كل مباراه بخلاف المباراه اللي فاتت مع التعادل مع المصري. برضو النسبه 100% يعني، نسبه النادي الاهلي في المكسب او في بطوله افريقيا او في الدوري او في الكاس يعني نسبه عاليه جدا 100% حقيقه، يعني حاجه رائعه جدا.
اتوقع طبعا مباراه هتبقى كبيره جدا، مباراه ما لهاش برضو توقعات في ان مثلا نادي الزمالك وحش يبقى ممكن يكسب او الاهلي كويس ممكن يخسر، الكلام ده مش موجود. انما النادي الاهلي بيحط في اعتباره ان مباراه الاهلي والزمالك للتاريخ برضو، ثلاثة بونت وتاريخ، ده مهم جدا. طب انا بحب اتكلم شويه في الدربيات او المباريات القويه عن المديرين الفنيين. لو اتكلمنا عن هنا كولر وفريرا واداره كل واحد للمباراه، لو حضرتك كابتن ايهاب بتفكر بنفس الفكر ده سواء كنت كولر مارسيل كولر او فريرا، هتفكر ازاي لاداره مباراه زي كده؟ بصي المباراه دي بتبقى اكتريه للعيبه، اللعيب هو اللي بيقدر يحدد المباراه، يعني في المباريات الكبيره ما بقاش فيها ضغوط جامده جدا على المدربين، الكل حتى في المباراه دي يا كريم المدرب ما بيتكلمش كتير جدا مع اللعيب، يقول لك المباراه دي بتاعتك انت، مباراه اهلي وزمالك، حتى مع الزمالك نفس الكلام بيتقال كده، انك انت دي بتبقى مباراه في الملعب، يعني المدربين بيشيلوا الضغوط اللي عليهم على فكره، بس حسب الخطه حسب الفكره طبعا. لا طبعا مفيش كلام، بيتحط الخطه بتاعت التاكتكس وكل حاجه، انما في الغالب المباريات دي بتبقى المدربين ما بيتكلموش فيها كتير، يعني يقول لك هو اللعيب اصلا نفسه مركز، يعني اللعيب اصلا نفسه مركز اهلي او زمالك بيبقى مركز جدا في المباراه، لان بتعمل له نفسه هو تاريخ. يعني اللعيب نفسه بياخد تاريخ من المباراه دي، يعني لو انت هتشوف على مدار التاريخ هتلاقي شهره اللعيبه بتيجي من المباريات الكبيره دي، يعني في لعيبه كتير جدا عملت شهرتها من مباراه اهلي وزمالك. فعشان كده بقول لحضرتك الضغوط ما بتبقاش على المدرب كبيره جدا، ليه؟ لان هو بس الضغط الحاجه الوحيده ان هو مباراه بثلاثة بونت، انما اللعيب واللعيبه نفسها اهلي وزمالك بيبقوا مركزين جدا جدا في المباراه. طب هي لو اتثابت، يعني هنقول انها هتتساب الى حد ما للعيبه طبقا ان هم هيبقوا بيتصرفوا بشكل عام ضمن اطار الخطه الموضوعه من الاول. طبعا ما لو ده حصل واحنا عندنا لعيبه زي الفل وعندنا لعيبه بتتميز بمهارات فرديه ودايما عندهم قدره على ايجاد حلول فرديه، حد زي قفشه، حد زي عبد القادر، حد زي السوليه، يعني المفروض تبقى دي نقطه طمأنه بالنسبه لنا. طبعا طبعا اكيد، لان النادي الاهلي عنده حلول كبيره يعني غير اي فرقه تانية. النادي الاهلي ممكن في اي وقت يصنع لك هدف ومن حته ميته خالص في الملعب، او كوره حصلت قبل كده كتير، صحيح كتير طبعًا جدا طبعًا. كره ميته ما لهاش اي لازمه تلاقيها دخلت جون، لان النادي الاهلي عنده حلول كبيره جدا. اللعيبه نفسها لعيبه بتلعب على مستوى عالي دايما، بتلعب كاس عالم، بتلعب امم افريقيا، بتلعب كاس، بتلعب دوري، فاللعيبه دي دايما منتخب مصر الكبير، فمنتخب مصر الشباب، منتخب مصر الاولمبي، فلعيبه كتير جدا عندها حلول، ومش اي حد يلعب منتخب. عشان كده لعيبه النادي الاهلي هتلاقي كميه لعيبه كبيره جدا منها في منتخب مصر، فعندهم حلول. فانما مش قصدي اقول ان المدرب ما بيتكلمش في الموضوع، لا بالعكس، ده بيحط خطه وكل واحد ملتزم بمكانه والتاكتكس بتاعه بيتعمل ازاي، انما المباريات الكبيره دي بتبقى للعيبه مركزه اكتر حتى المدرب. يمكن حضرتك تقصد كمان فكره هنا انت المدير الفني بيسيبه يتالق، يعني احنا بنشوف بعض المباريات مثلا تلاقي مباراه برونو سافيو متالق فيها، مباراه ثانيه قفشه متالق فيها، مباراه ثالثه هو ايفر مثلا الشناوي متالق فيها طبعا. لكن في مباريات بتلاقي التالق جاي من كل اللعيبه جماعي كسكواد كامل، فنتمنى ده فعلا يحقق. هو ده اللي بيحصل في ماتش الاهلي والزمالك دايما، بيبقى اللعيبه كلها بتبقى النجوم في ساعتها في اليوم ده، لان انت اصل لما تيجي انا كمدرب اصل حصلت معانا كتير جدا، انا مثلا ما كنت ماسك حرس الحدود او ماسك انبي او كده، اما تيجي هنلعب مثلا النادي الاهلي، انا يعني المدرب بيبص في وش اللعيبه، هو نفس اللعيب مركز اصلا، يعني غير اي مباراه تانية بيبقى مركز في مباراه الاهلي او الزمالك كبير جدا، فنفس الكلام اهلي وزمالك تلاقي اللعيبه اصلا مركزه، تلاقي المدرب بيسحب نفسه شويه، ما بيتكلمش كتير في حته لازم تعمل كذا وتعمل كذا، لا هو بيحط التاكتكس بتاعه في الملعب، واللعيبه هي اللي زي ما حضرتك قلت كده هي اللي بتبتكر وهي اللي بتلعب وهي في حدود التاكتكس بتاع المدرب، في حدود اللي هي ما يخرجش عن المألوف، ده مهم جدا جدا جدا. طيب حضرتك بقى بحكم ان انت يعني كنت طبعا يعني ليك صورات وجولات كحارس مرمى سابق للنادي الاهلي، وبطبيعه الحال مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، رؤيتك للشناوي في الفتره دي؟ الشناوي هايل، ماشي كويس جدا. مباراه المصري انقذ كوره رائعه جدا 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 جدا، فالشناوي ما شاء الله ماشي كويس بخطه ثابته. طبعا في دروبات بتحصل وده طبيعي جدا، وفي اي لعيب وفي اي حته في العالم، انما
ما بيحصلش الدروب اللي هو ما بيبقاش بيبقى مش كويس، لا بالعكس شناوي ماشي بخطى ثابته جدا، ما كانش دروب قاتل بس سرعان ما رجع الشناوي الحمد بصراحة. لله الموسم ده رائع جدا على الاهلي كله جدا. ليه؟ لان هو برضو بيفكر ان هو رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا، حارس مرمى منتخب مصر الاول، فكل العوامل دي بتساعد الشناوي اللي هو يرجع بسرعه لو في حاجه، انما انا مش شايف حاجه حصلت تحصل مشكله بالنسبه لي، يعني بالعكس ماشي كويس جدا. دي حاجه تخض على فكره، الواحد يحط نفسه مكان الشناوي مثلا، فكره ان انت حارس الحارس رقم واحد في النادي الاهلي وفي منتخب مصر كبير. بجد حاجه تخض، يعني محتاجه عايز اقول ايه ثبات انفعالي رهيب من وبالذات في مركز حراسه رهيب. ما بيقول لك النجاح سهل توصل له، الحفاظ على النجاح هو اللي صعب برافع. جدا بس يعني. انا كنت عشان انا عشت الموضوع ده، كنت مع الكابتن اكرامي والكابتن ثابت يعني والكابتن شوبير طبعا، كنت بشوفهم ازاي ده كل واحد في وقته كان رقم واحد. يعني ثابت وكرامي كان رقم واحد ومع بعض الاثنين ده يلعب او ده يلعب، كابتن شوبير نفس الكلام كان رقم واحد، فانا عشت الموضوع ده معاهم وكنت بشوف ازاي الناس بتشتغل يعني فعلا بيتمرن بجهد رائع كبير جدا جدا وحاجه رائعه جدا. يعني بتيجي مثلا يبقى الجمهور عندك زمان طبعا كان بيجي لنا 5000 اقل تمرين بيجي لنا 5000 متفرج، انك انت تحافظ على انك انت تبقى رقم واحد لفتره طويله ده صعب جدا صعب جدا. زي ما حضرتك قلت يا نهوان ان المحافظه على المستوى ده صعب، انك توصل سهل، انما تحافظ ده عليه ده صعب جدا جدا جدا، وده اللي بيعمله الشناوي. وكل حارس مرمى النادي الاهلي بيبقى برده مختلف تماما عن اي حارس مرمى في اي نادي تاني. انا عايزه اقول لك بقى بما ان اللي بيعمله الشناوي برده، ودي معلومه عندي يعني، وحضرتك برده تقول لنا ازاي كانت الكواليس بتاعتكم زمان. يعني حاليا الشناوي مع اللعيبه الكبيره او القديمه في النادي الاهلي، عندك علي معلول، عمرو السليه، رامي ربيعه، اللعيبه اللي هي القديمه ودلوقتي الكبار في الفريق، يعني بيبقى عندهم دايما اجتماع كده في المباريات اللي هي تقيله زي مثلا اهلي زمالك حاجات زي كده كاس، وبيقعدوا مع بعض جلسه بعد ما الاجتماعات بتخلص صحيح. والجلسات مع المدير الفني، وبيبقى فيه كده زي كواليس معينه، هل ده كان بيتم برضو طبعاً. وقت حضرتك وايه اللي بيتقال بقى؟ يعني ايه كمان اللي بتتكلموا بصي فيه؟ بصي احنا بنخش مع المدير الفني او مدير الكوره بيتكلم، كل واحد بيتكلم زي ما هو عاوز، ويا جماعه لازم نركز كده. بعد كده بيحصل اللعيبه الكبار اللي هم الخمسه او السته الكبار جدا في الفرقه، هم دول بياخدوا بيجتمعوا مع اللعيبه، يا جماعه احنا الكلام اللي اتقال ده حلو جدا وكان بيحصل لنا. يعني كابتن ثابت البطل لما كان موجود معانا، هو كابتن فرقه الله يرحمه ويحسن اليه، يعني الله يرحمه، كان يقول لك انسى بقى الكلام ده كله. والله بجد انسى الكلام ده كله. كابتن ثابت كان ليه رؤيه كده وشخصيه جميله، هو يعني دور عمره الله يرحمه كان من الشخصيات الرائعه جدا، شخص استثنائي وحارس مرمى رائع جدا، كان يقول لك انسى الكلام ده كله، العب عشان الفانيلا ونفسك وانك تاخد فلوس. منطقي على منطقي جدا جداً. منطقي ليه؟ ما انت ما تلعب عشان الفانيلا يبقى انت اللي قاله المدرب او المدير الكوره هو ده بينعكس عليك. طب. العب عشان الفلوس عشان تكسب عشان تاخد فلوس. ده ليه كان ليه هو نظريه كده بالنسبه له، حاجه كانت جميله جدا يعني، فكان بيحصل نفس الكلام. وشناوي انا نظريه بليغه قوي الحقيقه، لا بصراحه يعني الكابتن ثابت الله يرحمه ويحسن ليه كان رائع من الشخصيات. هو بالمناسبه يعني مش بس قصدي على كابتن ثابت البطل، يعني حضرتك شايف ان في تغيير في كواليتي حراس المرمى زمان عن دلوقتي؟ بص زمان كان هو الكواليتي مش 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 بعيد، يعني انا بتكلم فنيا وشخصيا وسلوكيا واخلاقيا يعني من لا كله، انا بتكلم على الشخص ده، الشخص جوه النادي الاهلي هو واحد، لانك انت بتخش في منظومه، في منظومه النادي الاهلي ما بتحسش انت غريب. يعني اي لعيب جه متاخر يعني جه مش ابن النادي الاهلي من هو صغير بيخش في المنظومه بسرعه، ليه؟ لان المنظومه متكامله، الاداره موفره كل حاجه، ملهاش دعوه بالكوره، بتخش انت بتحس انك انت يعني بتحس انك انت مش غريب. يعني انت بتروح نادي تاني، انا رحت مثلا نادي الاسماعيلي احس ان انا اخد وقت لغايه ما اتاقلم مع الناس يعني، انما اللي بيخش النادي الاهلي بيخش دايما اسبوع واحد بتحس ان هو قديم جدا في الفرقه. فهي الكواليتي من زمان لغايه النهارده لا ما اختلفش تماما، انما ممكن يختلف فنيا اعلى سنه اقل سنه، انما الكواليتي البني ادم نفسه الشخصيه الاحترام كله بيبقى ماشي مع منظومه النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي بصراحه يعني.
طيب انا هتكلم شويه وفاضل لنا تقريبا دقيقتين عن دوافع اللاعبين وهتكلم نادي الاهلي، هتكلم عن نفسي انا دلوقتي. الدوافع عند اللاعبين بتختلف من لاعب للتاني حسب كل واحد عايز يحقق ايه، زي ما حضرتك كنت بتتكلم كل واحد بيبقى ليه دافع في الاول وفي الاخر، بس طبعا كله في الاول بيلعب لمصلحه هذا الكيان. صحيح. لكن الدوافع بتختلف، هل هنا المدير الفني ذكاء اللي عنده مفروض وفهمه للعيبه مفروض يتكلم مع كل واحد بخصوص الدوافع بتاعته؟ يعني في مثلا لاعب، حدي مثال، ممكن مثلا قفشه الفتره اللي فاتت ما كانش التألق اللي احنا نعرفه من موسم او اتنين. انا شايفه قفشه دلوقتي بقى عنده دوافع اكتر، واولها كان رضا الجماهير وفكره ان هو يكسب الجماهير مره ثانيه، فده اللي كان حريص عليه ان هو يعمله. حتى بعد لما كان بيجيب اي جول كان بيروح ويحيي الجماهير. صحيح. ويحط التيشيرت على راسه وغيره، ودي كلها كانت رسائل حلوه جدا وسمعت مع الجماهير. فالدوافع عند اللعيبه بتختلف. لو هنتكلم شويه عن الدوافع، وبرده بحكم ان حضرتك عندك خبره وكنت واحد في يوم لايام واحد من اللعيبه دول، ايه بقى الدوافع المختلفه لما بتقعدوا تتكلموا مع بعض او اللي بتبقى موجوده، اختلافها بيبقى زي ايه؟ كل واحد بيبقى على 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 حسب لعبه في الملعب. انا مثلا كحارس مرمى، انا الدافع بتاعي لازم اكون متالق، ما يخشش فيها اجوان، ابقى مثلا لو انا كابتن فرقه زي الشناوي مثلا، يعني اللقطه دي عجباني جدا. دي اللي انا بكلمها، دي عجباني جدا لان حصل مناوشات قبل كده، فالراجل طبعا رساله حلوه، رساله جميله جدا. هو محترم جدا على فكره، يعني جماهير النادي الاهلي محترمه جدا، بتعشق لعبتها جدا، بتعشق النادي الاهلي، فده مهم جدا. واللعبه دي انا عجبتني جدا من قفشه، لانه كان لازم يعمل الموضوع دوت للجماهير عشان يكسب تاني رضا الناس ورضا النادي، لان هو من الشخصيات الجميله والمحترمه جدا، وبرده من اللعيبه برده اللي هي ليها مؤثره جدا في النادي الاهلي. يعني الحركه دي عجباني جدا جدا، والجماهير استقبلته بحاجه رائعه جدا. حتى قفشة لسه بنتكلم برضه واخد 20 غرزة، يعني مش عارفة بجد والله في حاجة يعني مش كده. فكل واحد دي دافع، يعني مثلا لما قفشة عمل الموضوع ده، دوافعه ان هو لازم يرضي الناس ويرجع تاني لمستواه. وده حصل طبعا بالفعل. يعني اللاعب يروح عشان نضطر ان احنا نستناه لما يرجع. انا مش بتكلم على قفشة، انا بتكلم في المطلق عموما، اهلي وغير اهلي. ساعات بتلاقي لعيب العادي بتاعه انه لعيب جامد. صحيح. وعنده مهارات وعنده. صحيح. حلول وعنده ذكاء وعنده سرعه وعنده كل الحاجات. طبيعي جدا ان ما فيش حد في الدنيا بيبقى ماشي زي القطر على طول، لازم. صحيح. يبقى فيه شويه تعثرات، شويه عرقله، لكن ساعات بتلاقي ان هو بعد اللاعب، بعد قوي عن مستواه لفتره لغايه لما حد يصحصحه. الحد ده غالبا بيكون الجمهور قبل ما يكون الجهاز الفني. بالظبط. وتاني انا مش بتكلم على لاعب بعينه، انا بتكلم في المطلق. ايه اللي بيخلي ان بيبقى فيه تذبذب كبير في بعض الاحيان في مستوى اللاعب اللي طول عمره مستواه ثابت؟ هي بتبقى موجوده في التدريب نفسه. اللعيب لازم يبقى عارف هو بيعمل ايه. اللعيب راجل محترف. أي. لازم في اصل الاحتراف، مش انا اخد فلوس واروح وامشي، لا الكلام ده مش موجود. الاحتراف ان انا بعد اتمرن كويس، اكل كويس، انام كويس، اروح ما الفش في الشوارع، كل الحاجات دي. في نقطة يا كابتن إيهاب هنختم بيها وحضرتك لو تتفق معايا، فكرة إن أنا دايماً أحس إن أنا مش مضمون بقائي. برافو عليك. اللي أنا دايماً أنا أحس إن أنا ما عنديش بديل ليا يجي بسرعة، ده كان حاصل يمكن وقت موسيماني، الاعتماد على السكواد اللي ملوش بديل، ده شوية لعب على نفسية اللعيبة. ده مهم جداً، كلام حضرتك مظبوط جداً جداً، وفكر اللعيب المصري كده. لو ما فيش، يعني انت اثرت حاجه والله العظيم حاجه رائعه جدا. شوي. جدا النهارده ما شاء الله انت وكريم حاجات رائعه جدا النهارده بصراحه. انما فعلا الموضوع ده مهم جدا، ان اللعيب المصري بالذات لما بيلاقيش حد معاه بينزل شويه زي ما حضرتك قلت يا كريم. بيهبط شويه، عارف ان هو هيلعب. ده حاجه مش كويسه بالنسبه للاعب المصري. دي بقى هنحتاج نفتحها مع حضرتك تاني او ملف ده في اول مره وفي اسرع مره تنورنا فيها، وما تغيبش عندنا كتير. نورت الدنيا كلها معانا. شكرا. شكرا لحضرتك. وهنروح انا وكريم فاصل لحضراتكم سريع جدا ونيجي عشان الفقره الثانيه، خليكم معانا. عندنا في الفقره دي ملفات كبيره جدا وعديده جدا عن طبعا الدوريات الاوروبيه وكمان خليجي 25 للي متابعها هنتكلم فيها، بس هنتكلم بالتفاصيل والكواليس وغيره. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. بونجور. صباح الهنا. صباح الفل. منور الدنيا. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. منور حضرتك. طبعا عندنا فعلا زي ما نهاوند بتقول اكتر من موضوع عايزين نتكلم مع حضرتك فيه، بس بما اننا يمكن يعني
بطبيعة الحال يمكن نطول معاك شوية في الدوريات الأوروبية، فاستأذنك نبتدي بخليجي 25. وفكرة أن بعد 44 سنة بتعود العراق لتنظيم هذه البطولة، كيف رأيت التنظيم، كيف رأيت الفعاليات، كيف رأيت المباريات حتى هذه اللحظة، وخصوصا في ضوء الأمطار الغزيرة اللي نتج عنها حاجات غير مسبوقة شفناها في ماتشات كتير الحقيقة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، عشان يعني هقول بس كلمة على خليجي في سطر ومش هنتكلم عليها تاني في الجزئية ده، وهنتكلم كورة. الكرة تصلح ما تفسده السياسة. حلو بس خلاص، حلو والله حلو يا سيدي. مش هنتكلم في تفاصيل هذه الجزئية، نخش بقى في الكورة. الـ 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 العراق هي الكاسب أو الفائز الأكبر من البطولة، حتى لو خسر البطولة مش مشكلة يعني. أيه. حتى لو لمس البطولة هو الفائز الأكبر لاعتبارات كتيرة جدا، عودة البطولة إلى أرض الرافدين بعد 44 سنة زي ما حضرتك قلت. الإصرار العربي الخليجي من الثمان دول ان هم البطوله تقام، لان طبعا عماله تؤجل كتير في العراق تحديدا بسبب المشاكل بقى اللي احنا يعني ربنا ما يجيبها تاني في العراق، والحظر بتاع الفيفا وامور كتيره جدا كلها شككت حتى امنيا حتى قبل انطلاق البطوله يوم الجمعه. اول ما بدات كان حتى في تشكيك، لكن في النهايه اقيمت البطوله في مدينه البصره، ولو حتى مش في كل العراق ولكن في مدينه البصره، فده شيء كويس جدا. عجبني كمان وجود انفانتينو، مش عشان هو يعترف بيها، خلاص هو الموضوع منتهي، مفيش اعتراف ببطوله خليجي كبطوله رسميه. وهي في وجهه نظري بالمناسبه هي افضل بطوله وديه في العالم، لانها منظمه وشيك وجوائزها كويسه. وايه المانع في ان يتم الاعتراف؟ لا ما ينفعش يعترف بيها. انا ضد الاعتراف من باب العلم بالشيء. ليه من باب العلم بالشيء؟ لانه ولو اعترف ببطوله خليجي، هو حتى كان في تصريح لبلاتر قال انا لو اعترفت قبل كده، يعني لو اعترفت ببطوله الخليج اعترف ببطولات الشوارع في البرازيل، لان اي حد ببطولات الشوارع في البرازيل مصيبة. لا هقول لحضرتك، هو صح. هقول لحضرتك ليه؟ النهارده في بطوله اسيا وبطوله مثلا افريقيا، لو هتاخد بطوله خليجي طب هنعترف بقى ببطوله العرب وبطوله شمال افريقيا وبطوله غرب افريقيا وبطوله غرب اسيا. يعني في اطر عامه يعني. لا لا لا، دي ضد بيعتبرها في الفيفا عنصريه. بمعنى ايه؟ هقول لك بس حاجه. لا انا معاك، انا باكد كلامك، هو الموضوع ملوش مقارنه يعني. هو كان ممكن يوضح بس ما يديش مثال بحواري. لا هو مش قصده الحواري يعني، هو قصده ايه؟ اي حد حاجه محليه يعني. قصده ايه يعني؟ مثلا ايه، احنا هنعمل بطوله ايه للجماعه الغربيه؟ لا ده مش موجود يعني. هي في النهايه في اطر رسميه، لان هي بتبقى عنصريه شويه. ازاي؟ ان مثلا العرب عاملين بطوله، الخليج عامل بطوله، الشمال مش عارف عامل بطوله، في ما هو في بطوله شمال افريقيا شغاله بس مع بعضينا كده في الحب يعني. الموضوع ايه ودي بطوله اسيا وكده يعني؟ لا بطوله اسيا رسميه. اما انا بقول لك بطوله اسيا رسميه، لكن بس بطوله خليجي يعني. ده انتوا مع بعضكم كده بالحب، ثمان دول الخليجيين بتحبوا بالحب كده. ممكن عشان يبقى منطقه الشرق الاوسط فيها تقسيمات واعتبارات كتير. هو في كل العالم كده، هتلاقي حتى في البرازيل، بحكم البرازيل طبعا اكبر دوله في العالم بتحب كرة القدم والشوارع والحواري والمش عارف الشواطئ، فأي حد بيعمل بطولة فمع نفسك بقى، مع نفسك خلي الفيفا عشان الرزنمة ما تتسعش قوي. فعشان كده مش عشان يعترف بيها. ارجع بقى للاستفادة، ان هو مش موجود انفانتينو مش عشان يعترف، لا انا عجبني تصريح انفانتينو ان هو هيبتدي يرفع الحظر عن ملاعب او الكرة العراقية، كرة القدم العراقية كويس. شيئا فشيئا فاستحق ذلك طبعا، فاستحق. فهي مكاسب كتيرة جدا 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 تصب في صالح العراق في المقام الاول، عشان قلت الحرج هي الفائز الاكبر من البطولة حتى لو تنتفز بالبطولة. فنيا بقى نروح للفنيا، يعني بدأت مؤخرا مثلا السعودية وقطر بعد طبعا مشاركتهم في كاس العالم بدأوا ما يهتموش قوي بالبطولة، لانها نرجع نقول ان هي ودية، فعشان كده شاركوا بالمنتخب الرديف والمنتخب الاولمبي. بس لها مشاهدات كتيرة وكبيرة من طبعا. كل الانحاء على فكرة يعني هي لها قيمتها. هي مونديال الخليج، مش هي مونديال الخليج. أيوة. هي مونديال الخليج كده. انا ما عجبنيش التقليل منها حتى لو منطقية من وجهة نظر انفانتينو، بس انا مش حاسة هو مقللش هو لا يعترف بيها بطولة رسمية. انا معاك بس دي منطقه هي برضو هم حتى الخليج خلاص الموضوع بالنسبه لهم مش هو دوله ما. انت بتتكلم على منطقه الخليج ككل، وهيش منطقه صغيره ابدا يعني. هي كمان بطوله ملهاش تصفيات يعني، هي ايه، هم الثمانيه هم اللي بيشاركوا بيتقسم على مجموعتين، واذا حد فيهم غاب بيظبطوا يعني من غير بس ده برضو يعني. ما يقللش ان هي بطوله كبيره بطولة جدا بطولة ولها جماهيريه كبيره، لها جماهيريه بتقام يعني سعداء بعودتها بعد 44 طبعا طبعا طبعا. انا يعني بطوله حلوه مش وحشه، بالعكس بطوله جميله. لكن كره القدم في الخليج في اخر كام سنه كمان متطوره، اتطورت كتير كتير اتطورت كتير. اشوف حركة العراق قطر نظمت ازاي، اشوف السعوديه عملت ايه، الموضوع عدى كتير يعني. فنرجع بقى فنيا حتى طبعا خلاص هو المربع الذهبي بقى العراق مع قطر ومع وعمان مع البحرين،
من الجميل في الرباعي ده ان منهم ثلاثه اخر ابطال ثلاث بطولات. صحيح. يعني البطوله الاخيره البحرين البطل، اللي قبليها عمان البطل، اللي قبليها قطر البطل. اخر ثلاث ابطال البطوله دي قطر ثم البحرين ثم عمان ثم البحرين، بالاضافه للعراق اللي هو البلد المنظم اللي ما خدهاش من سنه 88. عشان كده البطوله حلوه، يعني حتى اما تلاقي المواجهات بصراحه انا في وجهه نظري ناريه، يعني العراق مع قطر ماتش قوي جدا. انا ارشح قطر، يعني مش اتمنى لكن يعني اي حد يفوز ما يغنينيش، لكن ارشح قطر، عفوا ارشح العراق، العراق لانها اقوى. قطر صعدت بصعوبه لانها بتشارك بالمنتخب الاولمبي، صعدت بصعوبه لانها بالتساوي حتى بهدف متاخر في ماتشها ضد الامارات، كان نفس الرصيد مع الكويت، وهي صعدت بفرق المواجهات المباشره. يعني مش يعني كتر خيرهم انها اصلا تاهل المنتخب، يعني ان هو تاهل. فالعراق بشكل كبير جدا بنسبه 90% في المباراه النهائيه، تبقى طبعا مواجهه ناريه جدا 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 ما بين البحرين وعمان الاخر بطلين للبطوله. البحرين داخل بيحافظ على لقبه ومعاه عامل مباريات حلوه، عمان في وجهه نظري برازيل الخليج بصراحه بيعمل كره هايله جدا، المستويات متقاربه، لا يمكن تقدر تقول مين يرجح كفه مين، يعني ما فيش حتى 51-49، العمليه 50-50. عشان كده بطوله الخليج بطوله حلوه، ملعب البصر وملعب الميناء في العراق بصراحه ملاعب كويسه جدا. موضوع المطر خلاص الله غالب بقى، نعمل فيه مطر الخير نتج عنه شويه زحاليق يعني هودي. هم كانوا عاملين حسابهم في القصه دي، فكانت يعني ظهرت اكتر في تقريبا مباراه السعوديه، فكانت الموضوع كان صعب جدا، لكن في النهايه يعني الحمد لله ربنا ربنا يكرمه ويسترها، وان شاء الله تكمل على خير، ويوم الخميس يبقى في نهائي محترم يلبي كاس خليج. ننقل بقى خلاص ونروح لاوروبا، نروح للتلج. وخلينا نتكلم شويه عن البريميوم ليج، وانا حزينه على ليفربول بصراحه. والمستوى اللي هو واصل له هذا الموسم. صحيح. والواحد انا من الناس الجماهير اللي ابتديت على مصير محمد صلاح مع ليفربول، وايه الخطوه اللي المفروض تحصل بعد كده، وهل سيتم تغيير المدير الفني ام لا. ويعني عارف الناس كل التساؤلات اللي انا قلتها دي هتنزل تحت فكرة ليفربول، وللأسف الشديد مش بس بالدول العربية أو الناس بس المصريين اللي عندهم تخوف، لا ده من كل أنحاء العالم، يعني تحديدا من بريميوم ليج. فإيه الحكاية؟ في إيه؟ قبل ما نتكلم بس على ليفربول لازم ندي الصدارة حقها. أرسنال طبعا عامل موسم رائع جدا جدا جدا، والنهاردة العالم كله على موعد مع المتعة في مباراة أرسنال وتوتنهام. صح. حاجة يعني مباراة من للتاريخ، يعني يكفي أن أقول لحضرتك أن ارسنال لم يفوز على توتنهام من سنه 2017 في الملعب ده، في ملعب توتنهام، فمباراه رائعه جدا. ان فاز فيها ارسنال يبتعد اكتر واكتر. طبعا كنا على موعد برضو مع مباراه تاريخيه بالامس، ديربي مانشستر ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والسيتي تقدم وكل توقع انه يفوز، لكن الريمونتادا اللي عملها اليونايتد عمل ريمونتادا بالتعادل ثم الفوز. عندهم لاعب رائع جدا اسمه راشفورد لا يمكن ايقافه على حد قول تنهاج المدير الفني. بس ده كان متوقع اليونايتد على فكره، ما هوش في افضل حالاته برضو، يعني مان يونايتد انا كنت متوقع المان سيتي هيفوز. ما هو فاز اليونايتد. انا بقول لك انا كنت متوقع ان مان سيتي، ما احنا متوقعين السيتي يفوز، لكن هو روح الديربي خلت اليونايتد فاز. ليه بقى؟ وعمل عشان هو مغلوب منه في الدور الاولاني على ارضه 6-3، فبتبقى العمليه الموضوع ملوش علاقه بالدوري. مش هو بالمناسبه كمان عزز موقفه، بقى الفرق نقطه واحده، يعني السيتي الثاني 39 واليونايتد الثالث 38، فانت قربت كمان من المتقدم من المتصدر عفوا ارسنال، يعني 6 نقاط او 7 نقاط ممكن تفوز بالدوري. طبعا هو مستحيل هيحصل، بس هو انت بتقربك. فلازم نقول بس الجماعه دول الاول، ونرجع بقى لليفربول اللي طبعا بس هنرجع تاني لليونايتد. انا عايز اتكلم وعايز اتكلم على المان سيتي بتفاصيل اكتر، بس خلينا نبدا بليفربول. تمام. ليفربول طبعا بالشكل طبعا خلاص، هو حتى بقى محبيه او مشجعون عشان حتى خاطر محمد صلاح ما بقاش خلاص، بقى الناس فادت فيه الامل، يعني هو كتر خيره. طبعا هو مش هيهبط الحمد لله، صعب جدا يخش بالمنظر ده المربع الذهبي، نتمنى هو يدخل المربع الذهبي عشان بطوله دوري ابطال اوروبا. بالزبط. لان هي الموضوع خلاص الدوري بقى بعيد جدا. في رايي حضرتك ايه سبب التراجع؟ هقول لحضرتك، هي الناس بتقعد تقول مثلا ساديو ماني، هو مش ساديو ماني لوحده، ساديو ماني لا مش ساديو ماني طبعا مش شخص، بس هي الفكره وجود ساديو ماني كانت الفريق كله كان كتله واحده، كان ساديو ماني صلاح فيرمينو. ساديو ماني مشي وفيرمينو مستواه هبط بشكل رهيب جدا، فبقى صلاح لوحده. الجماعه الجداد اللي هو زي نونيز مثلا، داروين نونيز لاعب رائع جدا وواعد وصاعد، ولكنه بيضيع
فرص بشكل غريب جدا، لدرجة ان كان في كوميكس طالع في الصحافة الانجليزية ان في واحد محكوم عليه بالاعدام هيضربه برصاص، فقالوا لك طلب قال لهم انه نزل يضرب عليا. يعني يا نهار ابيض وحشة قوي والله كاريكاتير موجود في الصحافة الانجليزية، عجبني جدا. طب دي نلوم فيها اللاعب ولا نلوم فيها يورجن كلوب ونقول كفاية كده يورجن كلوب؟ لا مش كفاية، ده لاعب يعني. هو لاعب لسه صغير ولسه فيش الانسجام. ما هو دي لا انا بتكلم مش بس دي، كل اللي بيحصل. لا ما هو انا جاي بس الحركة في حتة دي، بس نمسك حاجة حاجة. دارو نونيز والجماعة الجداد لسه ما حصلش الانسجام، زاد اصابات كتيره جدا بصراحه هدت الفريق، اثرت عليه جدا. بالاضافه بقى يورجن كلوب عنده معضله السنه السابعه، او السنه السابعه عنده في التدريب دايما بيخفق، حصل قبل كده ليه مع لايبزيج، وحصلت قبل كده مع دورتموند، حقق نجاحات وطفره، لكن في السنه السابعه الكيرف بينزل، نفس اللي حصل مع ليفربول. ده كده حاجه يعني التاريخ ملهاش خلاص ملهاش مفهوم. فهو انا شايف ان هو جديد دي لازم يظبط نفسه على السنه السادسه ويوقف على كده. هو بالنسبه له يعمل عقد بسبع ست سنين وما يلعبش السبع، لانه واضح ثالث مره بتحصل مع مع يورجن كلوب. يورجن كلوب حتى كان قال ان احنا ما عندناش مش هقدر اعمل حاجه اكتر من كده، حتى التعزيزات وما جابوا جاكوب اللي هو الهولندي مش هقدر نعمل اكتر من كده عشان الامور الماديه مش في صالحهم ان يعملوا حاجه زي ما يعملوا صفقات تاني. فواضح ان هو باللي معاه خلاص هو سلم. بص بقى الكعبلات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، وضع محمد صلاح ايه في رايك الفتره اللي جايه؟ وضع محمد صلاح للاسف هيبقى فردي مش اكتر من كده، يعني هو المفروض يلعب. يعني طبعا هو هيعمل ايه؟ انا شايفه امبارح قليل الحيله في وسط الفرقه، يعني مش عارف حتى يعمل حاجه، مش عارف مش بيخدموا عليه كويس. فيعني لو كان اللي حصل ده بقي الوضع في ليفربول على ما هو عليه، هل تتوقع استمرار محمد صلاح مع الريال؟ يفكر في الرحيل، يفكر في الرحيل لو استمر. ما هو لسه مجدد عقده. لو كان اللي حصل ده السنه اللي فاتت بالتاكيد ما كانش جد، لان هي العمليه طموحات. وبعدين دلوقتي في الوضع بقى اللي هو في الوضع ده طبعا الموضوع ما فيش كلام. السنه دي طبعا ممكن يبتدي يفكر من السنه الجايه لو كان في بقى ساعتها عروض، بس طبعا عروض بقى من انديه كبيره مش الدوري الانجليزي، لانه صعب جدا طبعا. حتى لو جاله حتى من السيتي طبعا لا، الموضوع صعب شويه، لانه طبعا بقت محمد صلاح مع النادي ليفربول، لا مع مدينه ليفربول بقى حاله خاصه، الاغاني والاحتفال الخاص بيه. وعشان كده هو جدد شويه، او جدد يعني كان جزء من الحاجات اللي خليته جدد ان هو بقى من اساطير المدينه وليس فقط النادي. فالموضوع بقى بالنسبه له صعب حتى في الدوري الانجليزي، حاجه كده اشبه لما رونالدو لما رجع وجاله السيتي فراح اليونايتد مش السيتي، لانه مرتبط بده مش بده. فهو بالنسبه له اذا كان بقى في عرض من ريال او برشلونه في الحاله دي طبعا لازم يمشي، يعني اذا كان في يقدر يسوي ده مع اداره نادي ليفربول لازم يمشي. بس يعني لو استمر الحال ما هو ده السؤال، هو هيستمر يعني لو احنا اتكلمنا ان لعنه يورجن كلوب حقيقيه، طب بعد السنه السابعه بيعود تاني الكيرف؟ ما بيكملش يسيب الفريق كله خلاص، ما فيش تمنه تجربه جديده. فهو ممكن الفريق مستواه يتحسن مع نهايه الموسم. خلي بالك هو لسه الفريق عنده ينقذ حاله بحاجه واحده بس، سيبك من الدوري الانجليزي خلاص، الشامبيونز ليج، وعنده مباراه ناريه مع ريال مدريد الاول في الانفيلد، وبعدين هيلعب الماتش الشهر الجاي في الانفيلد، وفي مارس في وفكر هيعملوا حاجه بالوضع المهترئ اللي هم فيه. ما احنا مش مستبشرين، بس هو عنده كمان روح الصقر من ريال مدريد، لانه واخد منه دور الابطال السنه اللي فاتت في النهائي. بس الصقر بيتحقق وانت عندك كروتك كلها كامله، ما فيش مشاكل. ممكن يبقى في حاله استنفار مع الفريق في دور الابطال، يعني بما انه تقريبا رمى المنديل في البريمير ليج فما عندوش الا الشامبيونز ليج، ممكن يعمل حاجه ولما لا. يعني هو ليفربول صعد النهائي يعني في 30 سنه ما خدش الدوري الانجليزي الا مره واحده، وصعد نهائي دور ابطال اوروبا اربع مرات، خد منهم مرتين، لا ده خمس مرات كمان، يعني مرتين قدام ميلان ومرتين قدام الريال خسرهم، وقدام ميلان فاز وخسر، وقدام توتنهام خسر، يعني خمس مرات نهائي شامبيونز ليج ولا يفوز بالدوري الانجليزي الا مره واحده. فهي العمليه ما لهاش علاقه قوي، يعني ممكن يكون خلاص هو الموضوع هنا صعب جدا، احنا يا دوب نحاول نخش المربع الذهبي، وما لهون الكلام لسه بدري واي حاجه وارده في الدوري الانجليزي، لكن ما بنتكلم بالظروف الفريق، لكن عنده فرصه ان قهر ريال مدريد يقدر يخش، لان هو طبعا فرصه فوز على ريال مدريد دلوقتي افضل مما بعد. اقصد بها ايه؟ ان انت لو قابلته في النهائي لا استحاله، في نصف النهائي استحاله، لكن في ربع النهائي والحاجات دي ممكن تقدر تعمل حاجه مع الريال. لكن كل ما البطوله بتقرب الانديه الكبيره ما بتفرطش في البطوله زي النادي الاهلي. يعني حتى كان في تصريح شهير لنبيل معلول قال لك انا اتمنى اقابل الاهلي في نصف النهائي، فالناس هاجت عليه قال يا جماعه انا عايز اقابله في نصف النهائي، ما قابلوش في النهائي. كل ما بيقرب بيمسك في البطوله. هو ده اللي قصدي، انا مش عايز اقابله عشان فريق ضعيف، انتوا فاهمين غلط. كل ما يقرب هي كده. فهو نفس القصه طبعا ريال مدريد في اوروبا، ان هو كل ما يقرب من البطوله لا ده بيبقى ريال مدريد بيبقى بيتعاملك اكتر. فهو عنده فرصه انه ممكن يلحق يكسبه اذا كان ليفربول عايز يلحق موسمه، لانه ده الحاجه الوحيده اللي ممكن. هو طبعا خرج
معرفش من كاس المحترفين ده ولا الرابطه، والدوري الانجليزي صعب جدا، فما عندوش الا سامو زيلك. اذا كان يعمل حاجه يقدر يفوز، لو هو حتى لو فاز على ريال مدريد معنويا هيكتسب الثقه ويقدر يكمل في البطوله. الله اعلم ايه اللي يحصل مع نهايه الموسم، هتتضح رؤيه تماما بالنسبه لليفربول، سواء مع يورجن كلوب، مع صلاح، مع الفريق نفسه. رائع جدا. ندخل على مان يونايتد. كويس طبعا، شفنا مباراه قويه جدا مع مان سيتي طبعًا. وناس كتيره كنا احنا لسه بنتكلم احنا صحيح. منهم توقعنا فوز السيتي ده طبعًا. يعني بالورقه والقلم يقول لك فوز السيتي، بس سؤالي عن اليونايتد تحديدا، انا هتكلم عن ما قبل كريستيانو وما بعد. لازم صح بتشوف الاداء بنسبه كام تحسن او لم يتحسن او مستقر زي ما هو من وجهه نظرك؟ بنسبه 100% تحسن. ايه بقى القصه؟ هو كمان ما كانش بيشارك بشكل يعني اساسي، بس الوضع اتغير فعلا. لا هقول لحضرتك، لا تحرر من شخصيه كريستيانو رونالدو. وجود نجم كبير زي رونالدو في الفرقه عامل عبء ان هو مش بيشارك، فالصحافه كلها رايحه له، والجماهير بتضغط والصحافه بتنتقد. يعني حتى في كاس العالم، مش هنقول بقى اليونايتد، اما شفت في لقطه شهيره لما هو خرج من الملعب مش في الفريق الاساسي وجلس احتياطيا، كل وسائل الاعلام اتلفت حوالين الدكه وبصوره هو ما راحوش للفرقه، لان ده شيء ما بين ده نجم كبير جدا. فعشان كده كان عامل عبء على الفريق، ثقل على الفريق. ولو ما شاركش، طب ما بيشاركش ليه؟ قاعد على الدكه، طب قاعد ليه؟ زعلان، طب زعلان ليه؟ خرج من الماتش، طب خرج ليه؟ بص يمين، بص ليه؟ هي اصل دي ضربه النجوميه، هو نجم مش اي حد، هو اعلى نجم في العالم، يعني مش افضل، مش امهر نجم، لا هو اعلى ليه؟ اعلى نجم في العالم. طبعا. فالموضوع بالنسبه له منتهي، راجل في 37 سنه وبيروح ب 200 مليون، اي عقل في ذلك يعني. فعشان كده هو تحرره من القصه دي خلاص، هو ما بقاش عندنا رونالدو. يعني الصحافه ثاني يوم الفريق يبقى مثلا كسبان 3 ولا 4 رونالدو تعشف مش عارف مين، رونالدو لاعب ابنه، هو هي تخلص من رونالدو. احنا ما التقيناش بحضرتك بعد اللي حصل مع كريستيانو رونالدو في الفتره الاخيره وانتقاله لنادي النصر والاستقبال الاسطوري ليه. جنون، يعني جنون هاضم الحكايه. ده ما كانش استقبال رونالدو، كان افتتاح كاس العالم رونالدو في السعوديه، كان حاجه مبهره جدا يعني. طبعا يليق يستحقها، مش هنبخسوا حقه، لكن هي طبعا الصفقه دي نجاح بارع لنادي النصر. مش هقول بقى واحد يقول لي كان ممكن بالرقم ده يجيب، لا هو شوف الارقام اللي ارتفعت بتاع نادي النصر. الناس مستنيه ماتش النصر اللي هيجي 21 عشان يشوفوا رونالدو. عدت 2.5 مليون حد عايزين يحجزوا تذاكر. بالظبط، زائد يعني كان في لقطه شهيره ما اعرفش في الدوري الانجليزي تقريبا، كان في ماتش في الدوري الانجليزي، الناس سابوا الماتش وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون على استقبال رونالدو، مش ماتش رونالدو. لا فهي هو خد العالم في الحته دي، خد العالم مشروع في الحته دوله دي. مش نادي بالظبط، فهو هو مشروع وليس مجرد لاعب. هو اكيد مكسب من كل النواحي بالنسبه لنادي النصر. هو لا، بالنسبه له هو بقى لا. هو لا، انا بالنسبه لي وجهه نظري لا. ليه؟ الشاب يذكر، شوف زين الدين زيدان وهو نجم كبير جدا في ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بعد ما خلص واعتزل في النادي ريال مدريد جات له عروض كتير جدا انه يلعب في الخليج وفي قطر وفي امريكا، كل ده رفضه لان هو انا كبير. حتى لما بدا يدرب ما دربش الا ريال مدريد، وعمل معاهم انجاز تاريخي لم يتكرر حتى الان، انه فاز بدوري ابطال اوروبا 3 سنين ورا بعض، 3 مرات ورا بعض. بعدها خلاص ساب الفرقه، كان مستني منتخب فرنسا طبعا، فيما لو كان اخفق، لكن منتخب فرنسا كمل ووصل النهائي، وتم تجديد عقد دي ديشام، فخلاص ما بقاش في عنده طبعا. فبقى يعني بتجيله عروض بقى يدرب مش عارف، ما عندوش الكلام ده، هو لا يروح بقى يدرب لا دورتموند ولا لايبزيج ولا مش عارف نيوكاسل، ما عندوش الكلام ده، لانه بيجيله عروض. ده زيدان هو برضو عينه على منتخب فرنسا، ده منتخب بلده الكبير، وعلى نادي ريال مدريد. بدا الكلام دلوقتي يتكلم ان انشيلوتي فريق ريال مدريد متذبذب، فممكن انشيلوتي يمشي، هو موجود. فاذا هو فكر بالعقليه دي، انا كبير، يدرب نادي ريال مدريد اكبر نادي في العالم، او منتخب فرنسا نادي منتخب كبير في العالم، خلاص انا عندي الفكره. كان يجب على رونالدو انه يعمل كده. انت النهارده نادي ريال مدريد ما كنتش مشيت منه، هنقول كان في خلافات مع بريز، خلاص اخرك اليوفنتوس او حتى اليونايتد وتعتزل. يعني انت السنه اللي فاتت في بدايه الموسم كان رونالدو بيحارب عشان يروح لفريق بيلعب دوري ابطال اوروبا، أيوه. راح فريق لا يلعب حتى دوري ابطال اسيا. ايوه لا اي هو عقل يعني. البعض بيراها يعني خلاص هو عايز نهايه تليق بيه، وفعلا السعوديه ادته هذا النهايه، او دي زي ما بيتقال كده الصوره الحلوه اللي تليق بكريستيانو. لان هو لو كان هقول لحضرتك لو كان فلوس. اعتزل لو كان مش فلوس لو كان اعتزل بالوضع اللي كان مع اليونايتد فيه كانت هتبقى سيئه جدا جدا برضه، لا تليق. يعني لازم النهايه تليق بالبطل، النهايه كانت لا تليق بصراحه. لو تتفق يعني شايف ان دي نهايه لا تليق لا لا هقول لحضرتك على حاجه، دي حاجه كره القدم الاوروبيه، دي حاجه
واحنا مع بعضنا كده في الشرق الاوسط حاجه تانية خالص. احنا يعني عارفه الاهلي والترجي بعد الاوضاع السيئه اللي مع لا كان يتحسن فيها ويخرج من الباب. ما زيدان اعتزل وهو بطرد. بس زيدان ما كانش عنده بطرد. المشاكل اللي كانت عند كريستيانو لا أي معلش ايا كان شوف كره القدم الاوروبيه دي حاجه واحنا هنا مع بعضنا حاجه تانية خالص. كاس الخليج والدوري المصري والدوري التونسي والدوري السعودي كل دول يعني احنا على قد بعضينا كده. على ذكر مع بعضينا لازم تيجي تطورنا قريب ونقعد نفس القعده دي مع بعضينا ونكمل فيها الكلام لان الوقت خلص ان شاء الله. نتكلم عن اعتزال اللعيبه لان كلام كاس العالم اللي جاي فيه كتير هنفقدهم فدي طبعا. ممكن نبقى يعني فقره حلوه نعملها. شكرا لكم استاذ محسن جدا. نشكر حضراتكم اكيد انا وكريم على متابعتنا. هنروح فاصل وهنرجع مع فقره مسجله عملها كريم مع دكتور دينا ابو سعود. خليكم معانا.